كلاين فايل، ممكن في ناس سمعت عنها قبل كده. المسمى بتاعها الانظمه الثانيه اسمها كاستمر بروفايل، اللي هي ازاي ان انت تخلق الداتا بتاعت الشركات اللي انت بتشتغل معاها كوربريت، ازاي ان انت تخلق تحت الشركات بيانات الموظفين اللي شغالين في الشركات نفسها، بحيث ان انا بعد كده مش محتاج ان انا كل موظف او كل واحد اعمل له حجز يبعت لي البيانات بتاعته، لا انا بجيبها بانتري. يعني ممكن انا الانتري بانتري واحد بالبيانات بالكونتاكت بالايميل بالاسم بالكامل ببيانات الباسبور كمان بالمناسبه، ممكن اسيفها، ممكن نعمل كل حاجه. فكلاينت فايل فكرته ان انا اخزن بيانات شركات ازاي، ومنخزن تحتيها بيانات الموظفين نفسهم. المعتاد عادي اللي احنا كلنا ميوت وقت الكورس عادي، عايز تستخدم الشات ما فيش مشكله، ريز يور هاند او تسال، او هنفتح الاسئله في الاخر ما فيهاش مشكله. المعتاد الاول اللي انا اتكلم عليه الاول الجزئيه بتاعت الويب سايت بتاع mychildpool.com، الجزئيه بتاعت mychildpool ماركت بليس، عشان بس الناس تبقى فاهمه، يمكن في ناس معانا سمعت الكلام ده قبل كده وعارفاه كويس. mychildpool يا جماعه لازم يكون كل واحد ليه اكونت عليه. mychildpool بيجيب منه ماتيريال الشرح كل حاجه بالتفصيل ممل. mychildpool بتعمل منه ريسيت للباسورد بتاع الساين بتاعتك، بتعمل منه ريسيت للكلاينت اي دي بتاع الشاشه. غير كمان ان mychildpool تقدر تجيب منه كورسات الاونلاين مواعيدها، تقدر تعمل ريجستر فيها زي ما في ناس اوريدي عامله ريجستر، فانا اوريدي ببعت لهم على طول اللينك بتاع الكورس قبلها بيوم. غير كمان ان انت ممكن تجيب منه سيرتيفيكيتس، يعني كل كورس. هو انا عندي مفيش مشكله في الصوت، انا بس هرفع اعليه اكتر، بس هو لو بيقطع يبقى في مشكله في الكونكشن عندك يا سامي. انا هحاول كده ارفعه اكتر شويه، هو كده اعلى حاجه عندي، المفروض انا عامل المايك اعلى حاجه عندي، فشوف كده عندك كويس ولا لا. هو لو في تقطيع بالمناسبه يبقى ممكن يكون في مشكله في الكونكشن، بس تاكد كده تمام ولا لا. تمام. انا عارف هي، بص عشان بس ممكن بعض الناس بتبقى داخله معايا اجهزه لو كونكشن مش مظبوط الصوت يقطع، لو الناس داخله حتى معايا موبايلات برضو والسيجنال مش مظبوطه بتروح وتيجي هتلاقي الصوت بيقطع احيانا بتحصل يعني. بس لو انا لو الصوت بيقطع من عند الناس كلها بالمناسبه هتبقى مشكله عندنا في الكونكشن. تمام. طيب غير زي ما اتفقنا الماي ترافل بورد كمان ممكن نجيب منه كل السيرتيفيكيتس، كل سيشن حضرتك بتحضره ليك سيرتيفيكيت، بس بتجيبها من لينك حاجه اسمها ترافل بورد ماي ليرنينج، موجوده في اول بيج في ماي ترافل بورد اول ما بتخش. تمام. غير لا يعني عشان بس الناس تبقى فاهمه اجيب السيرتيفيكيت ازاي، الكلام ده كله كل ده بالمناسبه ماي ترافل بورد، فمالوش اكونت على ماي ترافل بورد بالنسبه له هيبقى يعني هيضايقه في حاجات كتير جدا في الشغل، فانا بقول لكم دايما عشان توفروا على نفسكم وقت ومجهود. ماي ترافل بورد دلوقتي انت ممكن تعمل منه شات مع الهيلب ديسك، ممكن تجيب منه ماتيريال الكورسات الشرح، حتى حاجات اللي هي الفيديوز تريننج فيديوز. بالمناسبه كمان في نقطه هي لسه ما اتطبقتش عندنا في مصر، بس هي في الغالب ممكن تطبق الله اعلم بقى السنه الجايه او اللي بعدها. احنا عندنا امكانيه ان في بعض الدول عملت الكلام ده اوريدي، ان كل مكالمات التليفونات مع الهيلب ديسك اتعملت عن طريق ماي ترافل بورد، يعني كانك بتكلمه انترنت كول. تمام. عشان تاخدوا بالكم من الجزئيه دي يا جماعه، ممكن وارد وقت من الاوقات ان احنا ممكن نلاقي المكالمات التليفونات كلها مع هيلب ديسك هتبقى انترنت كولز عن طريق الاكونت بتاع ماي ترافل بورد، فانت بالتالي لو مالكش اكونت على ماي ترافل بورد يبقى ممكن ما اقدرش اتواصل مع هيلب ديسك. يمكن الكلام ده لسه ما اتطبقش عندنا في ايجيبت، بس هو اتطبق في دول في اوروبا واتطبق في امريكا، فخدوا بالكم الحته دي مهمه جدا. تمام. طيب خلينا نتكلم في السيشن اللي احنا فيه النهارده عشان نركز عليه شويه. الكلاينت فايل بس هو مشكلته حاجه واحده، كلاينت فايل يا جماعه مشكلته ان هو مش 100% جرافيكال، يعني عشان برضه في ناس ممكن تسال هو ليه مش بالماوس. لا، كلاينت فايل حتى وقتنا الحالي انت بتدخل بيانات الشركه اللي انت عايز سيف بياناتها وبيانات الموظفين اللي فيها، كل ده كريبتك انتريز بنتكلم في مداخل، لكن انا ممكن استعرض او اعمل كوبي جرافيكال، دي الوحيده اللي متاحه، او اعمل ايديت. لكن انت بتتكلم حته ان انت كرييت تمام او حتى ديليت او كانسل، الكلام ده كله ممكن يتم كريبتك انتريز او كريبتك مود زي ما احنا بنتكلم. اهميه او فانكشن بتاع كلاينت فايل ايه زي ما اتكلمت حتى شرحت، يعني هو كلاينت فايل فكرته انا بسيف بيانات شركات، تحت الشركات دي بسيف بيانات موظفين، بحيث ان انا يبقى الداتا موجوده عندي جاهزه على الجهاز، مش محتاج ان انا كل شويه اقعد ادخل اسم راكب، رقم تليفونه، الايميل بتاعه، بيانات الباسبور، لا انا ممكن اسيفها عادي. الكلاينت فايل في 4 ديفرنت تايبس، اربع انواع وهنتكلم عليهم، بس هم اللي يهمنا يمكن اكتر ثلاثه مش اربعه. هنتكلم ازاي كرييت، ازاي ديسبلاي، ازاي موديفاي او ديليت، يعني هنتكلم في الاربع حاجات. اعمل كرييت ازاي، اعرض ازاي، موديفاي او هي اديت، في ناس بتسميها اديت، اللي هي ان انا اعدل ازاي، وازاي اعمل ديليت.
moving client files ازاي للحجز، ازاي نقله للحجز، او هنتكلم يعني هي بعض السيناريوهات مش كتير، بس هي الفكره كلها انت لو فهمت الكلاينت فايل نفسه بغض النظر عن السيناريو اللي قدامك مش هيفرق. والنولج والماتيريال عشان بس الناس تبقى فاهمه، انا عندي ماتيريال ممكن ابعتها للناس بعد ما اخلص، تقريبا هي عباره عن مش فاكر 6 7 ورقات او 8 ورقات حاجه كده، بس فيها كل مداخل الكلاينت فايل كلها مهمه، دي ممكن ابعتها لكم. ده غير الحاجات اللي موجوده على ماي درايف بورد، بس دي حاجات احنا عاملينها لينا يعني، بس انا ممكن ابعتها لكم عادي يعني، لينا انا ممكن ابعتها لكم، مش ليا انا بحتفظ بيها، لا انا ممكن ابعتها للناس. فعادي برضو بعد ما نخلص تواصلوا معايا ابعتها لكم على الايميل، ما فيهاش مشكله لان هي بي دي اف فكده كده لازم تتبعت مني. طيب الكلاينت فايل فكرته احنا اتكلمنا عليه، هيشتغل ازاي، الكلام ده كله مهم. احنا قلنا يمكن الكلام ده كله قلناه مع بعض كده بالعربي، طبعا هو كده كده موجود عندنا على جريليو مفيش مشكله. في حاجه اسمها كلاينت فايل بلس هوريها لكم، دي جرافيكال بس هي فكره ان انا استعرض الكلاينت فايل، فكره ان انا اعمل له بس ايديت، فكره ان انا اعمل له ديليت بالماوس موجوده، بس كرييت كده كده احنا هنتكلم عليها كلها كريبتك انتريز عادي. كلاينت فايل احنا ممكن نحط فيه كل حاجه، كاستمر داتا بالكامل. انا هنا مش بتكلم على حاجه واحده يعني، مش بتكلم مثلا اسم راكب بس، لا انا ممكن ادخل اسمه، تليفونه، الايميل، بيانات الباسبور، حتى ممكن سايف جوه السيرفيس كمان، خدمات على سبيل المثال كارت الاميال لو في كارت اميال، حتى حاجات خاصه بالاوتيلات بالكارز الليموزين الكلام ده كله ممكن، حتى ممكن سايف جوه انفورميشن، ممكن سايف جوه جزئيه الممبر شيب عامه سواء بتتكلم بالنسبه للطيران او حتى للفنادق، كل ده ممكن يتحط جوه كلاينت فايل. كلاينت فايل هو بس فكرته هو عامل زي فكره هرم، بمعنى انا عندي الاول ايجنسي فايل، الايجنسي فايل ده اللي هو مثلا مانفيس مثلا او اوشن ترافل، يعني هو ده الايجنسي فايل، دي الشركه اللي هبتدي ابني تحتيها حاجه اسمها بزنس فايل. فالايجنسي فايل ده اوريدي كرييتد، يعني مش هو لسه بيتعمل، لا هو اصلا معمول، انت مش هتعمله، لا اصلا كده كده بيانات الشركه عندك موجوده جاهزه، فالايجنسي فايل دي حاجه جاهزه اوريدي، بس انت هتبني فيها ايه او تحتيها بزنس فايل اللي هي اسم الشركه، وتحت البزنس فايل هبني بيرسونال فايل. يعني هفترض على سبيل المثال انا عندي شركه اسمها فودافون، هبتدي ان انا اول اخلق بزنس فايل باسم فودافون حلو، ومثلا شركه ثانيه باسم مثلا امبي او مثلا ابيسكو جاسكو ايا كان ماشي، ممكن اخزن اكتر من بزنس فايل، اكتر من شركه كتير زي ما انت عايز، بالمناسبه ملهاش ليميت ده براحتك، بس كل شركه هبتدي بقى اخلق تحتها بيرسونال فايل واثنين وثلاثه اللي هم بقى الموظفين كلهم اللي جوه الشركه دي بالداتا بتاعتهم باسمائهم بكروت الاميال ببيانات الباسبور بالايميلات برقم التليفونات بكل حاجه. فهي فكره كده يعني، انا النهارده الايجنس فايل كده كده موجود، هبتدي بس ازاي نعمل بزنس فايل، وبعد البزنس فايل هبتدي احط جواه ازاي بيرسونال فايل، الكلام ده كله اللي احنا هنتكلم عليه ماشي، وكده الكلام ده احنا هنشوفه مع بعض، يعني هنشوف ازاي خطوات ان انا كرييت بزنس فايل ازاي، وبعد ما كرييت بزنس فايل ازاي ابتدي احط جواه بيانات العملاء اللي الشركه اللي هم شغالين جوه الشركه نفسها. طيب كده كده هنتكلم على جزئيه الايجنسي برضو بنعرضه ازاي، وممكن ان انت تعمل له ايديت ازاي، اللي هي بيانات الشركه بتاعت حضرتك. بيانات شركتك انت ممكن تعرضها بالانتري ده سي ديسبلاي سي نجمه. يعني ايه؟ ما انت مثلا انا لو شغال مثلا في جاليليو ترافل زي ما انا مثلا مش شاشه التريننج كده، هعمل سي نجمه هيجيب لي بيانات جاليليو ترافل الكونتاكت بتاعها الحاجات اللي من سيرفر جوه الايجنسي فايل بتاعي، وعندي امكانيه كمان ان انا ممكن اعمل ايديت ما فيهاش مشكله، بمعنى انا ممكن النهارده اي واحد بيستخدم الانتري اللي اسمه سي ام سلاش، سي ام سلاش في ناس عارفاه في ناس لا، سي ام سلاش بالمناسبه هو المفروض ان هو بينقل بيانات الايجنسي فايل بينقلها لك في الحجز بدل ما اكتب الانتري بتاع الفون مثلا. طيب انا ممكن بالسي سي نجمه اوريها لكم حتى على السيستم بس بعد ما نشتغل، ايه البيانات اللي موجوده عندي؟ بيانات الشركه متسيبه فيها، بمعنى ان انا ممكن كمان اضيف جواها حاجات اكتر لو انا عايز، يعني انا انت لو هتشغل كل الموظفين بمبدا السي ام سلاش فممكن تيجي تعمل حاجه ظريفه قوي. انا هعمل ايديت في بيانات الشركه بتاعتي ان انا ممكن اضيف جواها الايميلات او الخطوات اللي عايز كل الموظفين تاخدها مانداتري. فانت لما تشغل كله سي ام سلاش هياخد كل اللي جوه كل اللي جوه ايجنسي فايل هيتنقل اوتوماتيك للحجز من غير ما انت تقول له اعمل كل مدخل لوحده. فدي ميزه. البيزنس فايل وده الانتري برضو ازاي استعرض ايه البيزنس فايل، هو بالمناسبه الانتري اسمه سي نجمه وبعدين اسم الشركه، يعني مثلا انا مخزن شركه اسمها فودافون فبعمل سي نجمه فودافون فبيجيب لي بيانات شركه فودافون، البيانات اللي انا مخزنها برضو هتلاقي اسم الشركه مثلا الكونتاكت الايميل الحاجات اللي انت ضايفها خاصه بالشركه. عايز ان انت تعمل ديسبلاي او عرض
بيزنس فايل بس جواها بيرسونال فايل معين، خد بالك تستعرض اسم الشركه وبعدين تقول له بيرسونال فايل موجود جوه الشركه، مش بالاسم على طول، مش باسم موظف على طول. انا هنا الكلام ده كله بتكلم في جزئيه الديسبلاي او العرض بيتم ازاي. تمام كده الكلام ده كله هنشوفه عملي ما تقلقوش. وكده كده الفورماتس كلها كريبتك انتريز زي ما اتفقنا، ممكن ابعتها لحضراتكم بعد ما اخلص، هتلاقيها بي دي اف ممكن ابعتها لكم على الايميل. في الكلاينت فايل واحنا بنعمل كرييت، في عندنا ان احنا في حاجات ممكن نحطها مانداتري تمام، او بنسميها يس. يس يعني ان هو ان السيستم ينقلها للحجز. في حاجات ممكن نحطها اوبشنال، ممكن انقلها ممكن لا. في حاجات نيفر بس حاططها كمعلومه ليا جوه الكلاينت فايل لكن انا ما بنقلهاش حجز. في حاجات ريليتد موف ريليتد بحاجات معينه، او في بلانك لاين، لان انت جوه الكلاينت فايل بالمناسبه احنا بنكتب لاينز، يعني بتحط في كل لاين الانتري اللي انت عايزه، بتحط في كل لاين المعلومه اللي انت عايزها، بس اللاين هتكتب جنبه واي اس ان ده يتنقل حجز ولا اوبشنال ولا نيفر موف ولا ريليتد ولا بلانك، ان انا احط لاين فاضي. دي حاجه ترجع لك انت وانت شغال. هنتكلم في الكواليفايرز، هنتكلم ان احنا السلاش دي من الحاجات اللي هي المانداتري شويه بالنسبه لنا. هنتكلم ان في حاجات داتا ممكن تحط فيها في تكست. كده كده هنتكلم على كل اللي هي ايه؟ جريلي فورمات عموما. طيب الخطوات زي ما حضراتكم شايفين، بس ادي كرييت البيزنس فايل ازاي؟ لان كده كده اتفقنا الايجنس فايل انا كده كده موجود كرييتد اصلا ومتخلق وكل حاجه، اللي هو بيانات الشركه بتاعتي. فكره ازاي ان انا اخلق بيزنس فايل اهي بمناسبه انا عاملها ستيبس، ستيب نمبر 1، ستيب نمبر 2، ستيب نمبر 3، ستيب نمبر 4. يمكن ستيب نمبر 3 مش اساسيه قوي، ستيب نمبر 3 لو عايز اعمل اديت يعني اعدل موديفاي يعني. الستيب الاولانيه عايز تخلق بزنس فايل فبتعمل سي اف اللي هي اختصار سي اف اختصار كلاينت فايل بي بزنس سلاش اسم الشركه. حلو. وبعدين ابتدي احط بقى جواب انتريز هنشوفها مع بعض ازاي. ابتدي احط الانتريز مثلا الكونتاكت اسم الشركه ايه النيم بتاعها، احط كل الداتا اللي انا عايز اسيفها جوه البيزنس فايل. بعد كده المفروض ان انا عندي اوبشن ان انا اعمل ايديت لاينز هوريها لكم بتتعمل ازاي. وبعد كده بعمل حاجه اسمها اند او سي اند بنسميها كلاينت اند، لو عايز اعمل اند للكلاينت فايل واقفل مش زي هي مش اي ار، لا احنا بنعمل حاجه اسمها سي اي. خد بالك وانت شغال جوه كلاينت فايل دي مداخله، عايز اقفل بقفل بمداخله مش بقفل بمداخل العاديه بتاعت البوكينج فايل اللي هي الاي او الاي ار يعني. فلازم احنا مستوعبين الحته دي كده شويه. عموما كده كده انا هوريكم زي كده السيناريو ومش مشكله هنجرب مع بعض، لان السيناريوهات عموما انت ممكن تتحكم فيها زي ما انت عايز. يعني ده شكل بمناسبه لحاجه بزنس فايل، ده دي طريقه عرض لي، ده زي ديمو يعني ادي كل الحاجات اللي انا مسيفها جواه. مسيف جواه اسم الشركه، مسيف جواه فون واثنين وثلاثه، ممكن اسيف جواه بمناسبه اللي هي الكونتاكت نمبر وعدد ساعات العمل بتاعتهم، ممكن اسيف جواه حاجه خاصه بالادرس، ممكن اسيف جواه بمناسبه كارت اميال، ممكن اسيف جواه تي دوت اللي هي التايم ليميت، التي دوت دي بمناسبه اللي هي التيكت انفورميشن، ممكن اسيف جواه طريقه الدفع. تمام يعني ممكن اسيف كل حاجه بالنسبه للشركه دي، طرق الدفع بتاعتها ايه، حتى لو انت بتتكلم مثلا في بيانات معينه خاصه بالشركه بسجلها. عايز تحط نوت باد برضو من ضمن المداخل، انت ممكن تحط كل المداخل العاديه بتاعتك جوه البيزنس فايل زي ما انت عايز. نوت باد، كونتاكت، ايميل، عايز تحط ادرس، عايز تحط مثلا تايم ليميت، عايز تحط فورم اوف بايمنت، ممكن نحط حاجه كل حاجه جواه. ماشي. طيب وكده كده هنتكلم برضو انا ازاي بعد كده بخلق بيرسونال فايل. دي الخطوه الثانيه ان انا ابتدي اعمل سي اف بي. انا هنا بقى بي اللي هي بيرسونال، احط سلاش اسم الشركه الاول داش اسم الموظف. فانت انا ما ينفعش اخش اخلق بيرسونال فايل الا ما يكون عندي بزنس فايل الاول. ماشي. يعني هي زي فكره ايه ترتيب، البيزنس موجود هبتدي احط جواه بيرسونال، لكن لو بزنس مش موجود عندي يبقى هخزن بيانات العملاء ازاي؟ صح؟ ما هو المفروض انا بخزن بيانات عملاء شغالين في شركه معينه، صح؟ مش بخزن بياناتهم كده باسمهم لوحده. فده بينفع الناس اللي عندها كوربريت بيشتغل معاها شركات، صح؟ سواء شركات بقى اتصالات، شركات بترول، ايا كان نوع الشركات دي ايه، بس عنده في عملاء ثابتين في الشركات دي دايما بيصفوا معايا او بيحجزوا تذاكر من عندي، فانا عايز اخزن البيانات بتاعتهم بدل ما انا كل شويه اقعد ادخل كل حاجه بايديا في كل الحجوزات بتاعتي. وبرده ازاي لما نخلق بيرسونال فايل هنشوف ازاي مداخل بنعملها، ونشوف ازاي ممكن نعمل ايديت في اللاينز، او ممكن نعمل اند او نقفل كلاينت فايل ازاي. كل الستبس دي هنتكلم عليها، هنشوف مثال واثنين وثلاثه. تمام. هي الفكره كلها فهمت الموضوع ازاي؟ خلاص مفيش مشكله، معاك الفورماتس او المداخل وخطوات الشغل ازاي، بس هو ده اللي هيشغلك، لان مشكله الكلاينت فايل هي بس مشكله مداخل. يعني زي ما اتفقنا
هو مش كل حاجه فيها بتتعمل بماوس. في جزء هيتعمل بماوس وهوريها لكم بيتعمل ازاي، لكن انت الاغلبيه الشغل كله بالنسبه للكرييت هي الحته بتاعت، او حتى في الايديت كده كده هتضطر تستخدم الكريبتك انتريز اللي عليه. في ورق انا وراه لحضراتكم دلوقتي، هعمل له بس شير. ده الورق اللي انا ممكن ابعته لحضراتكم، ده بتاع كلاينت فايل، هم بالظبط 6 ورق. عادي 3 تايبس اوف فايلز، الايجنس فايل او بتتكلم في البيزنس فايل او بيرسونال فايل. كده كده الايجنس فايل قلنا كده كده بيبقى معمول، بس عندي امكانيه ممكن اعمل فيه ايديت، ازود فيه حاجه، احط حاجه تنزل مع الكونتاكت بتاع الشركه بتاعي، عشان لو انا عايز اخلي كل الموظفين يشتغلوا بطريقه واحده واحده، او كلهم عايزين، بدل ما انا مثلا اقول لكل موظف حط ايميل الشركه وكل واحد يقعد يدخله، كل واحد بمدخل في حجز، لا انا ممكن اخزنه جوه الايجنسي فايل، وجرب مع اي واحد يعمل سي ام سلاش بيتنقل اوتوماتيك للحجز. طريقه العرض ادي سي نجمه، لو عايز استعرض بيانات الشركه بتاعتي اهي ديسبلاي ايجنسي فايل، عايز استعرض بزنس فايل معين سي نجمه اسم الشركه فيجيب لي البزنس فايل ده، او لو عايز استعرض بيرسونال فايل فبعمل سي نجمه اسم الشركه داش اسم البيرسونال اللي انا مخزن بيانات. دي اللي هي الانترست بتاعت الديسبلاي، انترست العرض نفسه. والستبس هي هنا كده كده مكتوبه وهنشوفها مع بعض عملي. تمام؟ طيب فادي الفكره كلها، ادي الانترست بالمناسبه، هتلاقي الانترست اللي هي كرييت ازاي، هتلاقي الانترست ازاي نعمل ديسبلاي، هتلاقي الانترست ان انت ازاي تخش تعمل ايديت، الانترست اللي انا اعمل بيها ديليت، الانترست اللي هي بتاعت ترانسفير كود اللي هي تتحط جنب المداخل اللي احنا هنكتبها، ونشوف الكلام ده كله مع بعض. ازاي اسيف او اقفل، بص خطوات مكتوبه ستبس هنا، هتلاقي ازاي اعمل تشينج كلاينت فايل او اللي احنا بنسميها ايديت، او حتى في الاخر خالص هتلاقي الخطوات اللي انا ممكن اعمل بيها ديسبلاي عرض، لان في انواع كتير من العروض، ممكن نستعرض حاجه معينه، راكب معين، ممكن اجيب بزنس معين باسم بيرسونال معين، او ممكن استعرض كل حاجه. ماشي؟ طيب او ممكن تستعرض الليست اوف اول بزنس فايلز مثلا، يعني انت عندك انتري بالمناسبه ممكن يجيب لك كل بيانات كل الشركات اللي انت بتخزن بياناتها عندك. هي اكن بقول له كلاينت ليست، اعرض لي الليسته بي بزنس لكل البزنس بتاعي، او كل الشركات اللي بتبدا بحرف ال مثلا. ماشي؟ فكل الحاجات دي موجوده. او هات لي كل بيرسون اللي موجوده سلاش في اسم الشركه دي، يعني كل الانتريز متاحه موجوده عند حضراتكم، وهوريها لكم تشتغل ازاي. وهتلاقي في الاخر خالص ازاي ان انا اغير رينيم، عايز اعدل الاسم بتاع الكلاينت فايل مثلا، سواء الايجنسي او بزنس او حتى بيرسونال موجوده، وفي الاخر خالص ان انا ازاي اعمل ديليت الكلاينت فايل. دي الستبس اللي احنا بنتكلم فيها وهنشتغلها مع بعض. طيب فكده كده انا همشيها معاكم بنفس الفكره دي، يعني فكره ازاي خطوات اللي هي 1 2 3. بص انت هتلاقي 1 2 3 غالبا، كريت بزنس فايل ازاي، احط المداخل جوه ازاي، اقفل ازاي. كده كده حته الايديت دي انت ممكن تحتاجها او ما تحتاجهاش على حسب اليوز. ماشي؟ نبدا الاول نفتح شاشه السيستم العاديه. اعتقد هي الشاشه، اعتقد المفروض يعني انا اعملها شير، هي المفروض هي شغاله عند الناس كلها دلوقتي، اللي هو شاشه الجاليليو يعني، صح؟ هي واضحه عند الناس كلها مش كده؟ واضحه كده؟ بصوا يا جماعه، استعرض الاول بيانات شركتي ازاي؟ عايز اشوف ايه اللي متسجل جوه بيانات الشركه بتاعتي. يعني انت حضرتك دلوقتي عايز تعرف انا لو عملت سي ام سلاش هينقل ايه في الحجز؟ سي ام سلاش اللي احنا بنقول عليها كلاينت موف بالمناسبه، اختصار كلاينت موف، بس في ناس مسمينها كونتاكت، مش مشكله. في ديسبلاي المفروض انه هيعرض لي بيانات شركتي، ايه بقى اللي متخزن جواها؟ الفون اللي هو نوع لوكيشن كايرو، تي ترافل ايجنسي، رقم التليفون واسم الشركه. متخزن جواها كمان تي دوت تي نجمه، ده مدخل من مداخل المانداتري في الحجز، فانا ممكن اوفر على الموظف ان هو يدخله، فانا مدخله ومسيفه جوه كلاينت فايل بتاع الايجنسي فايل بتاعي، صح؟ تمام، مسيف نوت باد. طب ايه النوت باد دي؟ بالمناسبه النوت باد دي مدخل بيخفي السعر من التذكره، فانت اي موظف هيعمل سي ام سلاش هينزل له كل الحاجات دي اوتوماتيك في الحجز مره واحده. هنا كمان مخزنين جواها يمكن حاجه زياده شويه، الادرس يعني ده اوبشنال انا عارف، بس احنا حاطينه. تمام؟ غير ان انا ممكن اخزن جواها ريمارك كمان، نوت باد ثانيه زي ما انت عايز. ماشي؟ طيب الايجنسي فايل عموما بتاعك انت عشان تنقله في اي حجز، بس انت بتعمل المدخل ده سي ام سلاش. بص انا عملت سي ام سلاش، ادي الانتري، اداك علامه نجمه، صح؟ ايه بقى اللي ظهر الناحيه الثانيه في شاشه الحجز؟ انا بتكلم يعني بعد ما اكون مدخل النيم وحجزت السيجمنت يعني. بس انا بوريك ان كده كده السي ام سلاش هتقبل معاك في الاول او هتقبل معاك في الاخر، مش هتفرق كترتيب خطوات دي بتاعتك انت.
البي اللي هي الفون، الاي دي الادرس. ما بص ظهر لي كل الحاجات اللي انا مسيفها، التيكتنج داتا اللي هي تي دوت تي نجمه، النوت باد اللي هي بيخفي بيها السعر، صح؟ بس تخيل انت فاضل لك ايه؟ بس الايتنري، السيجمنت نيم بتاع الباسنجر، اي ار، قفل الحجز، خلص الحجز. خد منك وقت؟ ما خدش وقت. فادي فكره السي ام سلاش معناها ايه وايه لازمتها، وممكن ازود جواها اللي انا عايزه زي ما انا عايز، ما فيهاش اي مشكله، دي انا بتحكم فيها زي ما انا عايز. صعبه؟ ما اعتقدش ان فيها اي نوع من الصعوبه، صح؟ ما اعتقدش ان فيها اي مشكله خالص، مش كده؟ طيب انت دلوقتي عايز تستعرض، يعني مثلا لو جينا مثلا للفورمات، لو انا عايز استعرض كل البيزنس فايل اهي، سي ال، انا بتكلم كلاينت فايل، ديسبلاي ليست اوف اول بزنس فايل، صح؟ سي ال بي. طيب ادي السيستم اهي، حضراتكم شايفين بس الشاشه اللي ظهرت؟ كله شايف الشاشه اللي ظهرت عندي؟ يعني هتلاقي ادي مثلا استرو، ادي واحد بس اسمه ايمن، بزنس، مش عارف سي اي دي بي نمبر، ايديتا، ام بي، فايلز، جال، يعني ما احنا بنسميها اي حاجه مش مشكله، غبور مثلا، ايبسكو. هتلاقي كمان في هنا حاجه اسمها سي ال نجمه بي دي بيج داون، ليه؟ ممكن يكون عندي كتير يعني، صح؟ هتلاقي مثلا ادي موبينيل مثلا، مصر ترافل، اورنج كامباني مثلا، صح؟ هتلاقي في بيج داون تاني، بس هم كلهم كام فايل؟ بس 49 فايل، 49 شركه، 49 بزنس فايل عندي، صح؟ فعادي ما فيهاش مشكله، دي بتاعتك ان انت تستعرضهم كلهم، اهي موجوده متاحه، صح؟ طيب عايز تستعرض حاجه معينه زي فكره ان انا بيرسونال فايل، انت هتقول له مثلا انا عايز استعرض البيرسونال فايل اللي موجودين مثلا في فودافون، اللي موجودين في كذا، صح؟ مفيش مشكله، سي ال بي سلاش البيزنس فايل، هات بس الاول اسم البيزنس فايل، يعني ادي اب بيج اب تاني، انا عايز اختار مثلا اللي هي اوريجن كامباني. ايوه دي على البي سي سي بتاعي، دي على الشركه بتاعتي. انا هنا مش بشارك، خد بالك انا مش بستعرض شاشتي، لا انا بستعرض البي سي سي، الفرع بتاعي كله، الشركه كلها، البيزنس فايل اللي بتخزن عليها. ما احنا ممكن نكون كلنا موظفين في شركه واحده، بس الانتري ده انت بتستعرض كل اللي متخزن على الشركه بتاعتي، مش على شاشه اسامه. في فرق كبير، مفيش حاجه هنا في الكلاينت فايل خاصه بالشاشه، عشان بس تبقى فاهمين يا جماعه، الكلاينت فايل خاصه بالشركه او الفرع او برانش زي ما انت عايز تسميه، لان هو مرتبط بكل بي سي سي لوحده. طيب فانا ممكن اعمل سي ال بي كلاينت فايل، انا عايز بيرسونال سلاش البيزنس فايل اسمه اورنج كامباني. ادي الانتري اللي انا عملته، كلاينت ليست سي ال كلاينت ليست، عرض لي الليسته في بيرسونال سلاش اللي موجودين في انهي شركه؟ شركه يعني انا مش مخزن ناس كتير، هتلاقي مخزن اثنين بس مثلا، احمد علي واسامه عفيف، يعني ما احنا عشان في تريننج برضه ساعات ما بنحطش ناس كتير قوي، بس انت ممكن جوه الشركه دي تلاقي انت عندك 100 عميل، 100 موظف، 50، زي ما انت عايز، سيف زي ما انت عايز. بالمناسبه دي بتاعتك انت، ماشي؟ بس فكره الاستعراض ازاي؟ الديسبلاي ازاي؟ اشوف ازاي؟ دي طريقه كريبتك. طيب هل انا عندي وسيله ثانيه غير الكريبتك؟ اه في طريقه ثانيه للديسبلاي بالمناسبه، تمام؟ في وسيله ثانيه ممكن اشتغل جرافيكال، ان انا استعرض جرافيكال، تمام؟ طيب ازاي؟ في عند حضراتكم حاجه هنا على الشمال كده اسمها تول بار، في بعضنا عارف التول بار دي وعارف مكانها فين؟ لان مكانها الطبيعي بقى موجود جوه التولز اصلا. في هنا حاجه اسمها كلاينت فايل اديتور، لو حضراتكم شايفينها. بالمناسبه الكلاينت فايل اديتور دي موجوده عند كل الناس، بس هي في ناس بس مش عارفه تجيبها منين، تفتحها منين، بتاعت ايه؟ ما هو هي انا هستخدمها عاده لما اكون انا فاهم يعني ايه كلاينت فايل، طبعا صح؟ لكن واحد مش عارف كلاينت فايل ما بيستخدموش اصلا، ما عندوش عملاء مخزن بيانات، فكده كده هو مش محتاجها يعني. كلاينت فايل اديتور دي لو انا دخلت عليها افتح لي ايه؟ مش ثانية واحدة دخل الساين عشان أنا داخل بالتريننج. بس فرقت معايا عشان أدخل على بي سي سي تاني تريننج. بصوا معايا اللي حصل، يعني طبعا بالنسبة لكم مش هيطلب منكم الساين باسورد زي ما أنا عامل معايا،
إيه لو واحد دخل على السيستم ودخل عليها من غير ما يدخل ساوند باسورد هيطلبها منه؟ كل اللي متخزن جوه جاليليو ايجيبت تريننج او اسم الشركه بتاعتك. بص بقى كام بزنس فايل، انتوا شايفين الشاشه معايا مش كده؟ ادي كل الشركات اللي عندي. دي طريقه استعراض جرافيكال. طيب انا مثلا عايز اعرف مثلا، ونفترض اورنج كامب اللي انا كنت شغال عليها من شويه، اهي كليك عليها او دبل كليك هيفتح لك اللي انا مخزنه جواها، وهيفتح لي البيرسونال فايل اللي موجودين تحتها. برضه دبل كليك على احمد علي هشوف انا مخزن له ايه، دبل كليك على اسامه هشوف انا مخزن له ايه. ماشي، يمكن وصل مثلا عملت له دلوقتي. بس احمد علي مثلا مخزن جواه النيم، مخزن جواه الكونتاكت، البيزنس، مخزن جواه كارت اميال. هتلاحظوا حتى حضراتكم خدتوا بالكم انا مخزن جواه بيانات الباسبور بشكل مدخل، صح؟ اذا طريقه العرض سهله وبسيطه ما فيهاش اي مشكله. انا مش شرط ان انا اعملها كريبتك انتريز، لا ممكن اعمل استعرض جرافيكال عادي، اشوف كل البيزنس فايلز اللي عندي، كل البيرسونال فايلز اللي موجودين عندي كله بالماوس عادي من غير ما ادخل. تمام، ثانية واحدة معلش أنا آسف، خليكم معايا ثانية واحدة. تمام، ده لو انت بتتكلم في حته الديسبلاي عموما، انا ممكن استعرض او اشوف كل البيرسونال فايل او بزنس فايل كلها بجرافيكال بالماوس، او حتى مداخل انا وريته حتى شكل المداخل بتكتب ازاي. دي فكره الكلاينت فايل عموما. تمام، انا مش شرط ان انا يكون كل الناس اصلا بمناسبه بتستخدم موضوع كلاينت فايل، بس انا عارف في ناس يهمها موضوع كلاينت فايل، في ناس ما يهمهاش موضوع كلاينت فايل. معايا؟ طيب نيجي دلوقتي، انا هعمل اجنور كده كده لان انا مش هكمل حاجز ده، كنترول ده بيقول لي كليف. طيب الستبس هنمشي ازاي عشان اوري حضراتكم الاول احنا هنبني ايه الاول. واحد، هل هخش اعمل الاول بيرسونال فايل؟ لا، انا هعمل الاول البيزنس فايل. ازاي؟ بص حضراتكم معايا، هعمل سي اف بي. طيب هي سي اف اختصار كلاينت فايل، بي بزنس. انا بتكلم ده البيزنس ده هو رقم واحد بالنسبه لي. انا من لازم احط بيانات الشركه الاول، وبعد بيانات الشركه دي ابتدي اخزن جواها بيانات العملاء، عشان بس ما تفهموش الموضوع بالعكس سلاش. بس شوف حضرتك عايز تسميها ايه، يعني انت بتخزن بيانات شركه اسمها ايه ونفترض يعني مثلا جاز كومباني مثلا، يعني بدي مثال عايز تسميها كده ماشي، سميها عادي، حط الاسم اللي انت عايزه، حط الاسم المتعارف عليه اللي احنا بنشتغل بيه، صح؟ يعني ما تحاولش هنا بمناسبه تخزنها باسم تاني غير الاسم بتاع الحقيقي، لان دي بالنسبه لك في العرض او في المراجعه هتتوه، هتتلخبط. انا مش فاهم انا شغال على ايه، صح؟ زي ما انا بشتغل مع شركه يا جماعه وعارف اسمها وبياناتها، خزنها بالاسم بتاعها الصح عشان انا اعرف اوصل لها بسهوله، اعرف اجيبها بسهوله، صح؟ ما بقاش انا قاعد اتعامل مع شركه ليها اسم وانا مخزنها عندي في البيزنس فايل باسم تاني خالص، صح؟ دي هتعمل لكم مشكله. ده اول انتري اهو، انا جبت الانتري منين؟ كده كده انت هتلاقيه في الخطوات. سي اف بي بزنس سلاش اسم البزنس فايل اللي انت عايزه، ادي خطوه رقم واحد اللي هي الستيب نمبر 1. فيها اي مشكله؟ تمام، انتر. طيب الريسبونس ده معناه ايه؟ ريسيف بزنس فايل، هو بيقول لك كمل بقى، صح؟ وانت خد بالك انا مش هعمل المدخل ده واقف، ليه؟ لسه هبتدي اخزن ايه جوه البزنس فايل، صح؟ ولسه في خطوه اخرانيه هقفل بيها البزنس فايل بتاعي. طيب بص بقى الانتريز اللي بعد كده ماشيه ازاي. فكره ان انا اي لاين بكتبه لازم ادي له رقم، يعني انا هخش المفروض الاول لاين هدخله واحد بالترتيب، الخطوه اللي بعدها اللاين نمبر 2، لاين نمبر 3، وكل لاين يبتدي تحط جوه المدخل اللي انت عايزه. لكن انا اول لاين مثلا بالنسبه لي هنا النيم، اولا انا بعمل 1، يعني بصوا الانتريز انا بكتب 1 رقم اللاين وبعد كده ان. طب ان دي معناها ايه؟ نيفر موف. الان دي ليها معنى نيفر موف، لو كتبت واي يس موف يعني انقلها للحجز، فالان ما تتنقلش، الواي تتنقل، الاو اوبشنال انا ممكن انقلها او لا، فكل حرف بيتحط بعد رقم اللاين ليه معنى. ماشي، والكلام ده كله مفصل في الورق اللي انا هبعته لحضراتكم. الواي معناها ايه؟ الان معناها ايه؟ الواي مع الاو معناها ايه؟ كل حاجه ليها معنى. تمام، طيب نيفر موف ليه؟ ما انا كده كده انا بس مخزن اسم الشركه عشان بس اعرف، فبعمل 1 ان نيفر موف سلاش اسم الشركه اسمها جاز كومباني.
او حط بقى اسم بالتفصيل، جاز كامباني مثلا ليميتد، ولا اي عايز زي ما انت عايز. انتر. اداك نجمه، قبل ولا ما قبلش؟ قبل. طيب اللاين اللي بعديه رقم كام؟ انا ماشي بالترتيب، خدوا بالكم عشان ما حدش جه. هو بالمناسبه ان انت تحط لاين 3 ما فيهاش مشكله، بس لازم تقول له لاين 2 بلانك فاضي. خدوا بالكم. يعني هتفاوض ساتش يبقى لازم تقول له لاين 2 بلانك فاضي فاضي. يبقى انا لازم فكره اللاينز لازم ماشيه بالترتيب، حتى لو في سطر اسيبه فاضي اقول له لاين 2 بلانك، وهوريها لكم ازاي. لاين 2 يس مثلا سلاش تي دوت كاي تي او كاي بزنس نجمه، واحط بقى ايه الكونتاكت اللي هو اسم الشركه او رقم التليفون، صح؟ اسمها جاز كومباني مثلا، مش كده؟ اللي هو بقى مدخل الفون العادي، بس بحط فيه المدينه اللي هي فيها الشركه، بحط فيه الجزئيه بتاعه الكونتاكت ورقم التليفون على سبيل المثال، موبايل بقى رقم ارضي، هوت لاين زي ما انت عايز مثلا. انتر. يقبل ولا ما قبلش؟ طب واي اللي انا كاتبها بعد اتنين دي معناها ايه؟ يس ده هنقله، ممكن انقله الحجز عادي، لان انت بالمناسبه انت كده كده ممكن تنقل جوه الحجز البيرسونال فايل والبزنس فايل، الاثنين يبقوا موجودين عادي مفيش مشكله، صح؟ انت برضه بتبقى عايز تنقل بيرسونال، بس كده كده نقل البيزنس اللي هي بيانات الشركه بتاعته، فعارف الموظف ده شغال في انهي شركه، صح؟ اللاين اللي بعديه ثلاثه واي مثلا او ان اللي هي نيفر او او اوبشنال زي ما انت عايز، سلاش شوف انت بقى عايز تحط ايه، عايز تحط نوت باد مثلا ان بي دوت، عايز تحط ايميل، عايز تحط كونتاكت تاني تالت رابع زي ما انت عايز، عايز تحط تايم ليميت ينفع، عايز تحط اي حاجه ينفع بالمداخل بتاعتنا العاديه، بس المداخل بتاعتنا العاديه بتتكتب بعد السلاش، ماشي؟ يبقى السلاش مانداتوري، السلاش اجباري لازم تكون موجوده، رقم اللاين في الاول اجباري يكون موجود، بعد كده بيتحط واي ياس ان هو يتنقل الحجز او ان نيفر او هو اوبشنال، في اكتر من حاجه اتفقنا عليها. نوت باد مثلا بتكلم ان هم ممكن اقول ان الشركه مثلا هتدفع عن طريق ال ممكن اكتب فيها بنك اكونت مثلا، يعني انا بقى النوت باد بالمناسبه انت ممكن تخليها نيفر لو عايز تبقى ظاهر ليك انت كمعلومه، البنك اكونت ايه، رقم الحساب ايه، انها ما تتنقلش بس تبقى ليا ظاهره في ان انا لما اجي ارجع البيزنس فايل ابقى شايف رقم الاكونت بتاعهم. بصوا يا جماعه انت ممكن تخزن كل المعلومات الخاصه بكل شركه بتتعامل معاها، رقم الحساب، ارقام التليفونات، ادرس، كل حاجه ممكن احطها جوه. اذا انا مش مرتبط ان انا اخزن كميه من البيانات، لا ممكن اخزن كل البيانات اللي انا عايزها، بس زي ما انتم شايفين انا ماشي الفورماتس بتاعتي ماشيه ازاي. الفورماتس بتاعتي ماشيه فكره ان انا بكتب واي رقم السطر الاول، واي يس ان نو او نيفر زي ما انت عايز تسميها، وبعد السلاش حط المدخل اللي انت عايزه، نوت باد بقى الفون، عايز تحط ايميل، عايز تحط اي حاجه ينفع مفيش مشكله. يعني هنا مثلا احط سي مثلا بنك اكونت مثلا، يعني بديكم مثال انتر، اي مدخل عادي هتعمله بس بعد ما تحط رقم السطر الاول واي او ان اللي هي نيفر موف يعني سلاش، حط الانتري بتاعك عادي ماشي. عاده في دي حته البنك اكونت هتعملها دايما نيفر، انت بس عايزها تبقى موجوده انت تراجعها لكن ما تتنقلش الحجز، صح؟ او في ناس بتعملها واي اس بحيث ان انا برضو بتبقى مهم انها تكون موجوده في الحجز، والنوت باد بمناسبه من الحاجات اللي الايرلاين ما بيشوفهاش، يعني دي بتاعتك انت لوحدك عشان ما حدش يقلق منها. يعني ممكن يكون الموظف عايزها عشان لما يجي ينفذ يبقى عارف رقم الحساب ايه، ممكن عشان الحسابات، صح؟ في ناس بتستخدمها كتير ماشي. ممكن تحط لاين واثنين وثلاثه واربعه زي ما انت عايز. انا اعتقد ان هي تقريبا بتقبل لحد 100 لاين على ما اتذكر، بس ممكن ابقى اجيب لك الفورماتس بتاعتها بتقبل كام لاين بالظبط. فدي الفكره اللي انا ماشي بيها خطوات ماشي. يعني انا ماشي دلوقتي ادي خطوه رقم واحد عملناها سي اف بي سلاش بزنس فايل، صح؟ تمام. خطوه رقم اثنين بيلد اللاينز بقى، ابتدي احط اللاينز بالانترس اللي انا عايزها، باسم الشركه، بالكونتاكت، بالتايم ليميت، بالنوت باد، بكل اللي انت عايزه ماشي. بعد كده في اوبشن ان انا ممكن اعمل ايديت ماشي، ايديت او انسرت موجوده. انسرت ان انت لو عايز تغير، يعني عايز تخلي اللاين 3 خليه هو 2، يعني ابدل ده بده موجوده مش كده؟ او كده كده الديليت لاين برضه هنشوفها كده كده موجوده من ضمن الانتريز اللي موجوده في الورق كله كفورمات. يعني هنا هتلاقي بس زي سمري شويه، ملخص شويه، بس في خطوات الاساسيه ماشي. خلصت كل الخطوات بتاعتك، بس
فاضل حضرتك تعمل ايه في الاخر؟ بعد ما بتخلص بقى كل اللاينز او عدد اللاينز اللي انت عايز تحطها، بس فاضل لك انتري تقفل بيه كلاينت بتاعك، تعمل سي اي. خد بالك انا هنا ما بعملش اي ار ولا بعمل اند العاديه، لازم اعمل سي اي. خد بالك ان انت حتى لو بتتكلم ان انت ابتديت تشتغل في حجز مش هيقبل وانت فاتح الكلاينت فايل وما قفلتوش. لو جيت تشتغل في حاجه ثانيه مش هتقبل لان انت فاتح الكلاينت فايل ما قفلتوش. هقفله ازاي؟ هعمل سي اي وانتر. طيب الريسبونس ايه؟ البيزنس فايل كريتد، ده معناه ان انا شغال صح ولا غلط؟ دايما اتعودوا في حته المداخل عموما، اي مدخل بعمله بيديني ريسبونس، سواء بيديني علامه نجم ان هو قابل او بيديني اكسبتد، او زي ما انا بعمل سي اي قال لي بزنس فايل كريتد معناه ان هو قابل ولا ما قابلش. اه خلاص كده بزنس فايل كريتد، البزنس فايل اتعمل. صح؟ واضحه لحد كده؟ يبقى اللي انا بتكلم عليه دلوقتي فكره ازاي ان انا اعمل بزنس فايل. طب عايز استعرضه او عايز اعمل سي ال بي سلاش، كل بزنس فايل بيبقى بالحرف ده. صح؟ دي بتاعتك انت. اهي. سي ال بي اختار ايه؟ كلاينت. صح؟ ليست للبزنس فايل سلاش، هي مثلا بتبدا بالجي. مش كده؟ كده عندي كام شركه بتبدا بحرف الجي؟ واحدة اسمها جاليليو، الثانية اسمها جال، الثالثة اللي هي جاز كومباني، الرابعة اللي هي غبور، الرابعة الخامسة اللي هي جيزة. صح؟ صعبة؟ في أي مشكلة؟ فكرة إن أنا أخليها بزنس فايل بالمناسبة هي مش صعبة ولا أي حاجة، سهلة جدا. شوف بقى أنت عندك كام شركة، ابتدي بقى إيه؟ يعني أنت بس حضر بس بيانات الشركات الأول يا جماعة قبل ما أقعد أشتغل. يعني أنا عارف مثلا واحد يقول لي أنا جبت الخطوات قدامي، هبتدي أشتغل، مفيش مشكلة. بس هي انا محضر الخطوات، محضر بيانات الشركه ولا لا؟ لان انا هخش بقى ابتدي اشتغل اسايب، مش وانا شغال اقول ايه لا عندي بيانات ناقصه او عندي حاجات مش موجوده. صح؟ لا، حضر بيانات البيزنس فايل او الشركات بتاعتك او العملاء حتى نفسهم، وبعد كده اخش اشتغل زي ما انت عايز. ماشي؟ في اي صعوبه دي يا جماعه؟ فكره ان انا استعرض اهي سي ال بي سلاش مثلا، او ممكن اكتب اسم الشركه بالكامل جايز مفيش غيرها، او جي هجيب لك كل الشركات تبقى حرف جي. هتلاقي هنا في التول بار الجزئيه بتاعت كلاينت فايل اديتور، بحيث ان انا ممكن استعرض ليستا جرافيكال لكل الشركات بتاعتي. صح؟ هتلاقي من ضمنهم ادي الشركه اللي انا دبل كليك عليها، هيجيب لك الحاجات اللي انت مسيفها جوه. احنا ممكن قلنا ممكن يكون متسيف جوه عدد لاينز كتير، كان مش حد غير ثلاثه بس ممكن احط فيها كتير زي ما انا عايز. بس دبل كليك عليها ما جابليش حد بيرسونال تحتيها، لسه ما جابليش حد احنا مسايفين جوه. صح؟ يعني لسه ما ضفناش عميل واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، صح؟ لسه ما ضفناش جوه اي بيرسونال فايل، مش كده؟ ماشي؟ تمام. في اي صعوبه لحد دلوقتي يا جماعه؟ حد عنده اي مشكله؟ حد شايف ان الموضوع معلش ثانية واحدة في الحاجة بس عشان ايه الصوت بتاعنا الصوت ما يقطعش معايا كل شوية. ففكرة ان انت تخلى بزنس فايل ازاي زي ما اتفقنا عادي الانتري ممكن اجيبه تاني اهو سي اف بي سلاش اسم الشركة دي أول حاجة. تاني حاجة هبتدي أخش خلى اللاينز عدد اللاينز اللي أنا عايزها 1 رقم اللاين ان اللي هي نيفر موف بس عايز اسيف جواها معلومه بس ما تتنقلش الحجز. رقم السطر واي اللي هي يس ان هو موف وبعد كده سلاش الانتري وبعد كده ممكن احط لاين 3 و4 وهكذا. ماشي معايا لحد كده؟ طيب في اي مشكله لحد دلوقتي بالنسبه للبزنس فايل؟ يعني لسه هنتكلم على البيرسونال فايل، لسه هنتكلم بعد كده على الجزئيه بتاعت ازاي ان احنا نشوف بقى ننقلهم الحجز ازاي، وبعد كده هنتكلم ازاي ان انا اعمل ديليت البيرسونال فايل، وبعد كده هنتكلم على الجزئيه ازاي ان اعمل ديليت البيزنس فايل. دي الحاجات اللي احنا هنغطيها كلها في كورس مع بعض. وفي الاخر زي ما اتفقنا هبعت لكم الورق عادي فيه كل الخطوات. اوبشنال انت كده كده بالمناسبه لما هتيجي تعمل كوبي
انت ممكن وانت بتعمل كوبي او بتنقله اسامي عادي للحجز، ممكن تقول له ياخد الحاجات الاوبشن، يعني الانتري دي بتتعمل وانا بعمل كوبي زي انتري زي سي ام سلاش واي، بس ساعتها انا هقول له خد الحاجات الاوبشن. هو باي ديفولت المفروض بين كل الحاجات الواي اللي هي الياس، لكن في الاوبشن انا لا احدد له. انا مش فاهم بس السؤال. يعني ايه تقصدي؟ انا كده كده اصلا ممكن احط ليميت او تايم ليميت عادي مفيش مشكله، بس هو التايم ليميت بالمناسبه فكرته بس عشان هو يجيبه لك على الكيوهات، يعني الكيو اللي هو الخاص بالتايم ليميت نفسه بتاعك انت اللي هو كيو 12 اللي هو بتاع الريفيو بوكينج. تمام، انا قصدي ليميت الفلوس، يعني طب احط الشركه دي تدفع كذا. طب ما انت ممكن تحط نوت باد وتكتب فيها اللي انت عايزاه. هيوقف لي الاصدار ساعتها لا ولا هيديني اصدار او لا هيديني لا لا الارم؟ لا لا بصي، بس هقول لك على حاجه. الليمت ان انت كده كده انت ممكن تحط جواها المداخل اللي انت عايزاها بما فيها النوت باد دي ليك انت، مش عشان هو يوقف. يعني انا ممكن احط معلومه ليا، فهمت قصدي؟ او معلومه للموظف ان هو يبص عليها مثلا قبل ما يصدر، ماشي، انه في حاجه معينه شايك عليها دي احنا ممكن نعملها في النوت باد، مش ليمت ان هو يوقف او يوقف الاصدار، فهمت قصدي؟ حته الانذار او ان يديكي انذار دي انت ممكن تحط زي تايم ليميت لنفسك انت يجي لك على الكيو، لكن هو مش هيوقف الاصدار. وصلت معايا ولا لا؟ يعني مفيش حاجة تخليني إن أنا أقول إن، أو مثلا يطلع لي زي إشعار كده إن الراجل ده هو خلاص استنفذ رصيده لا أو قاعد بيخلص الرصيد بتاعه؟ هل في حاجة كده في البروفايل ده تقدر إن أنا أحطها؟ لا، اللي انا عارفه في الكلاينت فايل ان مفيش حاجه كده، عشان ابقى واضح معاكي عشان برضه اقولها لك من الاول. لا انا ما اعرفش ان في حاجه زي كده في الكلاينت فايل، تمام؟ فانت عامه بصي، الكلاينت فايل ده انا بخزن جواه كل الحاجات، تمام؟ بخزن جواه كل الحاجات اللي انا عايزها تتنقل للحجز، الحاجات العادية، المداخل العادية، الخطوات العادية، النوت باد أو الريمارك اللي أنا مسيفها أو أيا كان، لكن مش إن هو يعمل مثلا إن هو يقوي في الطباعة، فهمت قصدي؟ أنا عارف إن أنتوا بتشتغلوا مع الناس عامة في البيزنس عامة بالكريدت ليميت، صح؟ يعني إن هو ليه كل واحد ليه ليميت معين، عشان لو تعداه ما بنصدرش أو ما بنشتغلش، صح؟ دي بتحصل. بس أنا ممكن عموما ممكن أحط زي ريمارك، الريمارك دي مجرد ما انا بنقلها للحجز المفروض انها بتبان للموظف ان هو يشيك على حاجه معينه، هياخد باله من حاجه معينه، يتشيك على حاجه معينه، دي اللي انا ممكن اعملها، فهمت قصدي؟ مش ان السيستم يوقف لي الطباعه او يوقف لي الاصدار، يعني ما يخلينيش اصدر. وصلت ولا لا؟ فالريمارك نفسها بتبان على الحجز، مش بتبان زي النوت، لا بتبان في شكل سيجمنت، فهمت؟ لو انا حطيت زي ما انت ما بتقول ان في كيو ان انا هحطها ان هو مثلا الليمت بتاعه بقى كذا، ده ينفع؟ تقصد ان انا ارميها في كيو يعني؟ احط ريمارك يتبعت لي في كيو في الوقت اللي هو خلص الرصيد بتاعه، يتبعت لي ان هو كده خلص، يعني كانذار او بصي حاجة ان هو بصي خلص. بصي بصي الريفيو بوكينج عندي هي زي ان انا بكريت لنفسي تايم ليميت، انا اللي بكريت نفسي بحط في التاريخ اللي انا عايزه، حلو؟ التاريخ ده انت كده كده هو هيجيب لك الحجز اوتوماتيك في السيستم في التاريخ ده على كيو فلاني، بس هل انت مش عارفك ان انت ساعتها مثلا كان خلص الليميت ولا لا؟ ده اللي انا اقصده. دي حاجه. اللي انا اقصده حاجه ثانيه، ان انا عندي حاجه ثانيه اسمها ريمارك او ايتينري ريمارك، ممكن استغلها انها تظهر كسيجمنت على الحجز للموظف ان هو يتشيك على واحد واثنين وثلاثه مثلا، فهمت قصدي؟ واصله ولا مش واصله المعلومه؟ تمام؟ وصلت ماشي يا تمام. فانت ممكن تستغلي ان انا احط ريمارك تنزل على اي حجز، مجرد ما الموظف عامل كوبي او نقل بيانات الحجز تنزل ريمارك قدامه بتبقى باينه ليه هو، فهو بيتشيك منها على حاجه معانا قبل الاصدار. ما هو دي حاجه احنا ممكن نستخدمها يا جماعه، ان كل الموظفين ينزلون حاجه مانداتوري اللي احنا مسايبينها جوه البيزنس فايل او جوه بيرسونال فايل، ينزلوا في الحجز، فلما بيشوفها لازم يشيك عليها بياخد قبل ما ياخد اكشن. عشان كده بقول لكم ميزه البيزنس فايل او بيرسونال فايل في كلاينت فايل، خزن جواه كل الحاجات المانداتوري اللي انت عايزها تظهر لكل الناس عشان ما حدش يشتغل من دماغه. فممكن ريمارك، ممكن 100 حاجه، ممكن احط اكتر من حاجه ما فيهاش مشكله، تمام؟ هو الحاجات دي كلها بتفرق مع الناس اللي بتشتغل كوربي. المفروض ان انا موظف انا ما يظهر لي ريمارك نزلت لي اوتوماتيك اول ما عملت سي ام سلاش وبيانات الشركه، تمام؟ المفروض ان انا ببص عليها بره ايه اللي مكتوب فيها، المفروض ان انا بتشيك على الكلام ده، مش المفروض ان انا بنفذ على طول وصدر على طول، صح؟ ما هو احنا الشركات العاديه يا جماعه حاجه، وشركات بتشتغل مع شركات كوربريت حاجه تانية، دي ليها طريقه شغل، دي ليها طريقه شغل تانية، صح؟
فكل واحد ممكن يستغل الكلاينت فايل بالشكل اللي هو عايزه، يخزن فيه البيانات اللي هو عايزها، اللي عايزها تنزل للموظف عشان يبص على حاجه قبل ما يصدر، يشيك على حاجه قبل ما يصدر. دي بتاعتكم، ممكن تتحكموا فيها زي ما انتم عايزين. تمام؟ طيب. فعادي الفكره كلها، انا بس بكريت ازاي سي اف بي سلاش مثلا، ده انا بتكلم في الجزئيه بتاعت البيزنس فايل. عملت البيزنس فايل، كريت الشركه، خلاص. وانس انت كريت الشركه، هبتدي بقى ازاي اخلق جواها بيرسونال فايل. وممكن احط بقى جواها بيرسونال فايل واثنين وثلاثه وعشره زي ما انت عايز. برضه طيب خطوات البيرسونال فايل بتتم ازاي؟ هي كده كده انا موجوده قدامي. هعمل ساعتها سي اف بي اللي هي بيرسونال سلاش اسم الشركه الاول داش اسم الموظف اللي انا عايز اخزن بياناته جوه البيزنس فايل ده. فخدوا بالكم ان انا من غير بيزنس فايل مش هقدر احط بيرسونال. لو دخلت تحط بيرسونال بس من غير اسم الشركه اللي انت هتخزنه جواها مش هيقبل. فكل انتريز، كل انتري منهم ليه معنى. خدوا بالكم من الحته دي كويس قوي. ففكره البيزنس فايل اهي، يعني انا عاملها لوحدها. سي اف بي بزنس بيرسونال سلاش البيزنس فايل داش البيرسونال فايل، وابتدي بقى ايه احط جواه كل اللي انا عايزه. وبرده انت الريمارك عاده انت ممكن تستخدميها اكتر بالنسبه للبيزنس فايل بالنسبه للشركه مش مع بيرسونال، اللي هي الريمارك اللي هو ان موظف يشيك على الشركه دي الليمت بتاعها قد ايه، خلص ولا لا، يشيك قبل الاصدار ينفع يصدر ولا لا. ما في حاجه، في ناس بتحط كده بالمناسبه اللي هو دايما شيك قبل ما تطبع، لان انا ممكن بالمناسبه يكون احنا عرفنا مثلا وقفنا شغل مع الشركه بس الناس كلها ما بلغتش بحاجه زي كده، فالريمارك ممكن تخليه يشيك قبل الاصدار، يا جماعه الشركه دي احنا بنصدر لها ولا لا. صح. احيانا في زي بعض الموظفين ممكن ما يكونوش ابديتد بكل الجديد، بكل الابديتس الجديده بتحصل في الشركه. صح. حته الريمارك دي بيخليه يركز، يسال، يشيك الاول، يتشيك قبل ما يصدر. هي دي اللي بتفرق معانا اكتر شويه في الشغل. تمام. طيب يبقى بيرسونال فايل هنشوف ازاي نخليها مع بعض، وبعد كده هنجرب ازاي ننقل الحاجات دي كلها للحجز، وبعد كده هنجرب ازاي ان احنا نعمل ديليت لو سواء للبيرسونال فايل الاول او حتى بعد كده للبزنس فايل. هعمل الاول هنا بقى سي اف اللي هي بيرسونال سلاش اسم الشركه الاول اللي هي جاز كومباني. صح. داش مثلا اسم الموظف هو اسامه عفيف مثلا. عادي بقى، ما انت بتسيف اسامه ده جوه انهي شركه؟ الموظف ده في انهي شركه؟ يعني دي فكره ان انا بيرسونال فايل. بيرسونال فايل لازم قبلها يتحط البيزنس فايل نيم. عشان السيستم يفهم ما هو هيرمي الموظف ده في انهي بيزنس فايل. صح؟ انتوا خدوا بالكم من الحته دي، انا ماشي ستبس، اعمل البيزنس بتاعي الاول او حتى لو عندي اكثر من بيزنس فايل كريتهم الاول، بعد كده ابتدي ارمي كل موظف خاص بالشركه بتاعته، الموظف ده شغال في شركه فلانيه، فبخزن بياناته جوه الشركه الفلانيه. ادي اول انتري. بروسيد بيرسونال فايل، يعني بص لازم يديك ريسبونس، بروسيد كمل. ماشي؟ طيب هبتدي اعمل ايه بعد كده؟ انا ببتدي بالترتيب، لاين رقم كام؟ واحد. واي؟ يعني يس موف. احنا قلنا او اوبشنال، ان نيفر موف. طيب سلاش. افتكر ايه اول حاجه احطها جوه بيرسونال فايل؟ ان دوت الفاميلي نيم سلاش فورست نيم للتايب عادي مدخل النيم بس بعد السلاش. صح. بص بقى هنخزن كام حاجه مع بعض، اتفرجوا. انا هدخل النيم وهدخل كونتاكت، وبالمناسبه كمان هندخل الجزئيه بتاعت ادخال بيانات الباسبور وهندخل كارت اميال. يعني ممكن اقول لك ان انا بجرب بعض الامثله بس مش شرط ان احنا ندخل كله، بس عموما انت ممكن تدخل اكتر من حاجه، مش شرط حاجتين ثلاثه اربعه يعني. ادي انتر. يقبل ولا ما يقبلش؟ نجمه. طيب اثنين هنعملها واي برضه هننقلها يس. هنحط مثلا كونتاكت بي دوت كاي اللي هي السيتي اللي هو قاعد فيها مقيم فيها. بزنس رقم التليفون البزنس بتاعه. ادي رقم موبايل بس اهو انتر. ممكن بالمناسبه احط كونتاكت ثاني وثالث ورابع، وممكن في رقم بزنس، في رقم ارضي هوم، في رقم مثلا موبايل ثالث زي ما انت عايز. حط اكتر من كونتاكت، السيستم مش هيقول لك لا. لو انا جيت دخلت كونتاكت تاني لاين نمبر 3 في دوت برضه كاي، او مثلا ممكن احط رقم تليفونه في دبي، رقم تليفونه في جده، على حسب هو مقيم فين، والبزنس برضه نجمع رقم تليفونه كذا. ممكن تكون مخزن اكتر من رقم تليفون العميل في اكتر من حته، مفيش مشكله. ماشي. خليها مثلا كايرو عادي. بزنس نجمع مثلا ده رقم الارضي مثلا على سبيل المثال.
سيستم، مش هقول لك لا، عشان برضو الحاجات دي بتفرق. بالمناسبه لما يكون عندي اكتر من كونتاكت، على اساس لو مش قادر اتواصل مع الكونتاكت ده يبقى في كونتاكت تاني او تالت او رابع وهكذا. نيجي مثلا لاين 4، يعني اغلب الحاجات اللي انا بحطها في الاول ده بحطها دايما واص، يعني يس، يعني دايما ينقلها. يعني خلينا مثلا رقم 4 واي، ام دوت، ام دوت اللي هو ايه بقى؟ مايلج ممبر شيب، كارت الاميال، ام اس ده مثلا كارت اميال ماستر. بالمناسبه في ناس بتختار يعني بقى معايا كارت اميال ماستر، كارت اميال اير فرانس، فانت ممكن تسيف اكتر من كارت اميال، بس عامه انت ساعتها اعملها اوبشنال، عشان انا ساعتها هنقله كارت الاميال الخاص بالايرلاين اللي انا حاجز عليه، بس مش شرط انقله كله. او عندك اوبشن انت ممكن تنقل كله بعد كده، ممكن تعمل ديليت اللي انت عايزه، فهي كده كده متاحه ما فيهاش مشكله. ورقم كارت الاميال مثلا، يعني على سبيل المثال، بص عادي هتحط لاين خامس سادس سابع عاشر، عايز احط نوت باد مثلا ممكن احطها اوبشن، او احطها يس ما فيهاش مشكله، سلاش ان بي دوت، ماشي. ممكن اقول له مثلا دي برضو دي كنوت باد، دي بتظهر لي انا اللي بشوفها مش للايرلاين، دي غير الريمارك، الريمارك بتظهر بره الحجز كسيجمنت، لكن نوت باد بتبقى ايكون بيعمل كليك عليها عشان يفتحها. فالريمارك عاده بتبقى احسن عشان بتبقى ظاهره قدامه كسيجمنت، مش لسه هيخش حاجه يفتحها عشان يبص عليها. نوت باد ممكن اقول له مثلا تشيك مثلا اي حاجه، مثلا تشيك مثلا هوتل مثلا بفور، مثلا بفور ايشو، ممكن تشيك ليميت اللي انت بتتكلم عليه، تشيك ليميت يعني انت ممكن تكتبها بالشكل اللي انت عايزاه بفور ايشو، يعني كده كده فري فورمات، فري تكست بفور ايشو تكست. ممكن نوت باد عامه من الحاجات اللي انت ممكن تكتبوا فيها اللي انتوا عايزينه كله، مثلا ممكن احطها واي، مش لازم احطها اوبشنال، يعني ممكن واي على اساس ان انا ايه، لا عايزها تتنقل اوتوماتيك للحجز. ممكن اجي مثلا احط لاين نمبر 6 واي، يس سير اس اي دوت، تمام. طيب عايز مثلا اجيب مدخل بيانات الباسبور، بس اكتب بقى بعد الاس اي دوت مثلا بي 1 باسنجر 1 سلاش بقى، ادخل بيانات الباسبور كلها لو انت عايز تتكلم في الكريبتك انتريز، يعني غير الطريقه ان احنا عندنا ادخال بيانات باسبور جرافيكال موجوده برضو في السيستم بالماوس عادي، تمام. في اي مشكله لحد كده؟ طيب خدوا بالكم بقى، انا دلوقتي لو جيت قسمت الشاشه على اساس مثلا انا عايز مثلا في الشاشه الثانيه اعمل هيلب مثلا، هيلب سلاش دي او سي اس، عايز اجيب مدخل، حضراتكم شايفين اللي حصل؟ طول ما انت جوه كرييتد كرييشن بتبني كلاينت فايل، مش هيقبل معاك تخش على اي حاجه ثانيه الا لما تخلص كلاينت فايل. ممكن واحد يقول لي طب عايز اجيب الهيلب، مش فاكر المدخل فعايز اجيب الهيلب عشان اوتو كوبي او اكتبه. اند بيلد ان بروجريس اور اجنور فايل، يعني بيقول لك يا تخلص كلاينت فايل يا تعمل له اجنور تجاه عشان تقدر ايه يدخلك على الهيلب. ممكن ساعتها تعمل حركه ظريفه، ان الاريا ثانيه وشوف الهيلب عادي. يعني احنا ممكن الاريا ثانيه ازاي؟ ممكن نعمل كده، ننقل التيرمينال ثانيه خالص ونخش على اريا ثانيه، ماشي. خدوا بالكم برضو دي من الحاجات اللي هتعمل لكم مشاكل. طول ما انت جوه كلاينت فايل انت محكوم ان انت لازم تخلص كلاينت فايل قبل ما تنقل اريا ثانيه، قبل ما انت تعمل هيلب او تدور على اي معلومه او قبل ما تشتغل في اي حاجه. دي مشكله الكلاينت فايل، ما بيديكش فرصه تخرج لاي حاجه ثانيه، تنقل اريا ثانيه، ما بيديكش فرصه تنقل هيلب او تخش على الهيلب، ما بيديكش فرصه تشتغل في حجز الا ما تقفل كلاينت فايل بتاعك. معايا يا جماعه ولا لا؟ خدوا بالكم الحته دي في منتهى الاهميه، ماشي. فانا خد بالك انا كده كده يبقى لازم يكون معايا المدخل عشان اكمل، تمام. لو انت فاكره اللي هو غالبا بيبدا اس اس ار دي او سي اس اتش كي المفروض 1، وبعد كده المفروض الاير لاين مثلا، او ساعات بنحطها صح واي واي عشان ناخدها لاي اير لاين، سلاش باسنجر باسبورت سلاش جنسيه سلاش رقم الباسبور على سبيل المثال، سلاش بلد اصدار الباسبور سلاش المفروض ميل سلاش اللي هي تاريخ انتهاء صلاحيه الباسبور اللي هي مثلا 10 نوفمبر 22 سلاش، يعني انا مش حافظه بصراحه لان انا بستخدم الجرافيكال اكتر شويه، بس عامة انت ممكن تدخل المدخل بتاعك كله
انا مش فاكر الاكسباير ديت الاول بتاع الباسبور، بعد كده تاريخ الميلاد، وبعد كده في الاخر اعتقد انت بتدخل الفاميلي سلاش فيرست سلاش سكند. يعني ده ما يعني انا بغض النظر، انا مش فاكر، يعني مش فاكر مدخل كل بتاع بيانات باسبور، بس دايما انا بستخدم النت كتير شويه شويه. عموما انت ممكن تدخل كل اللي انت عايزه جوه البيرسونال فايل. ادي كل الفكره، ممكن احط لاين واثنين وثلاثه و10 براحتك، خزن كل اللي انت عايزه، حط كل الحاجات المهمه. عايز لو عايز تحط نوت باد تظهر للموظف يشيك عليها، يبص عليها قبل ما يصدر، يبص عليها عشان يشيك على حاجه قبل ما يعمل اي حاجه، دي بتاعتك تمام. او ممكن بدل الاس اي في حاجه عندنا ار اي دوت، اللي هي الار اي دوت اللي انا بقول لك عليها دلوقتي، عمان هي حته الريمارك او بنسميها ايتنري ريمارك، دي اللي بتظهر له زي السيجمنت كده في الحجز، بس ان دي برده فيها فري تكست فري فورمات، ممكن اكتب فيها كل اللي انا عايزه. ماشي، ار اي دوت مثلا واكتب فيها اللي انا عايزه. برضه ليها انترست كتير الار اي دوت ريمارك، بالمناسبه الايتنري مارك برضه ممكن اجيبها من الهيلب، تلاقي فيها كم كبير من المراكب، وكل مدخل بيبقى ليه معلومه بتبان بشكل معين، طريقه عرض معينه. واضحه؟ انتوا معايا يا جماعه لحد دلوقتي ولا في اي مشكله؟ فانت حط عدد اللاينز اللي انت عايزها، حط كل المداخل اللي انت عايزها، حط كارت الاميال، حط السيرفيس، حط اصل الاس اي مش بيتعامل بيه بس بيانات باسبور. بالمناسبه الاس اي كمان ممكن يتحط بيه البريفيرد ميل، الوجبه المفضله بتاعت العميل ده، مثلا لو عايز ويل تشير برضه بس هبتها له من ضمن الخدمات بتاعتي. فانا ممكن احط حاجات كتير جدا، حتى الحاجات اللي بتتحط بالاس اي، لان كل الخدمات بالمناسبه والسيرفيس كلها تحت بند الاس اي، سيرفيس انفورميشن. مش لو انا عملت كده بس افهم اقل، لو يمكن مش قابلها عشان بتتكتب بطريقه معينه، ممكن السيرفيس بتتكتب بشكل ممكن، انا مش عارف هيبقى لها ولا لا، ثانيه واحده انا مش متذكر دي، يمكن انا خدمات انا ما جربتش انا ادخلها قبل كده ليا جوه الكلاينت فايل، بس هي ليها طريقه معينه. انا فاكر ان هو بخزن بيها الوجبه، بخزن بيها ويتشير، بس الانتري اعتقد بيتكتب بشكل معين، بس سايتات حاجه ثانيه، بس ممكن كده كده برضه نجيبها من هنا. بس انا فاكر ان انا من ضمن الحاجات اللي احنا بنخزنها السيرفيس الوجبات، يمكن انا ما جربتهاش قبل كده، بس سكيمات فيريفاي ترانسفير كود هو كده في حاجه في المدخل تمام. ممكن يقصد دي انها هي تبقى اوبشن كده، لا مش دي، لا هي بس المدخل بس مختلف في حته الخدمات، ممكن يبقى نشوفه مع بعض. ماشي، بس اللي انا عارفه من ضمن الحاجات اللي انا ممكن اسيفها عموما جوه البيرسونال فايل السيرفيس عموما، مش كارت الاميال بس بالمناسبه، مش الكونتاكت بس، مش جزئيه النوت باد بس، لا في حاجات كتير. طيب عايز اجرب حاجه برضه اشوف مع حضراتكم هتقبل ولا لا. اي ام ام تي دوت سي حطيت ايه هنا كمان؟ الميل ام تي دوت اللي هي الميل تو بالمناسبه، يعني الميل اللي هعمل سند عليه، بغض النظر هعمل سند عليه ولا لا، بس هو كده كده ايه؟ انا عايزه ينزل لي في الحجز. حتى ان انت تبعت عليه ما تبعتش انت بتتحكم فيها من عندك، ممكن ابعت على الميل ممكن ما ابعتش عليه. في ناس دايما متعوده ان هو دايما يسيف سواء مثلا الايميل بتاع البيرسونال اللي هو بتاع العميل، او احيانا الايميل بتاع الشركه، دي حاجات بترجع لك. ممكن كل العملاء اللي هم شغالين في شركه جاس كومباني انا مسيف جوه مثلا الميل بتاع شركه جاس كومباني نفسه تمام، عشان حتى لما انفذ اي حاجه ابعت على الميل كله بيروح في حته واحده لشركه واحده، عشان حتى الحسابات، عشان حتى في المراجعه الحاجات دي بتنفع شويه في الشغل. ماشي، بص انا مسيف كام حاجه، النيم مسيف، كونتاكت واثنين مسيف، كارت اميال مسيف، نوت باد عاملها يمكن اوبشنال مسيف، مين ايميل، ممكن احط حاجات ثانيه اكتر براحتك زي ما انت عايز، هي بس الفكره حط رقم اللاين وبعدين واي يس او او اوبشنال او ان اللي هي نيفر موف يعني، وبعد كده سلاش حط المدخل بتاعك العادي اللي احنا عارفينه جوه سيستم جريدي. ده زي غير موضوع بيانات الباسبور، طبعا انت ممكن تضيفه عادي، بس لازم بقى مشكله ان انا اكتبه بيلاقي مدخل بالكامل. ماشي؟ طيب وانس ان انا خلصت هبتدي اعمل ايه؟ سي اي. لا صحيح انا ما حطيتش لاينز كتير، بس عموما انتوا لو فهمتوا الفكره تلاقي الموضوع سهل وبسيط، بس ممكن تكون البيانات عندك كتير شويه، فانت بتعمل مداخل كتير، بتحط عدد لاينز كتير، ما فيهاش اي مشكله خالص. اكيد هي بتفرق من واحد للتاني، مش كلنا زي بعض في الحته دي، بس سي اي دي الطريقه الوحيده اللي يقفل بيها كلاينت فايل، مش اي ار يا جماعه، مش اند، يعني عشان بس ما تفهمش ان ده حجز وبعمل اي ولا اي ار، لا بالمناسبه كده مش هيقدر. سي اي بالمناسبه انت كده بقى عايز تخش على الهيلب هيخش معاك، عايز تنقل اريا ثانيه ينقل معاك، مفيش مشكله، بس لازم اقفل كلاينت فايل الاول.
فطول ما انت شغال جوه كلاينت فايل ده بالنسبه لي هيبقى مشكله. لو حبيت اخش على الهيلب ادور على مدخل هي مشكله، لو حبيت عن الاريا تانية الحاجات دي كلها تعمل لك ازمه. ماشي. طيب دلوقتي عايز استعرض، هعمل ايه؟ استعراض ممكن اعمل ايه؟ مش ممكن اعمل سي سي ديسبلاي سي ال بي او سي ديسبلاي اسم البزنس فايل اسم الباسنجر او البيرسونال او سي ديسبلاي البزنس فايل. عندك اكتر من طريقه، في بزنس فايل، في بزنس فايل بيرسونال فايل. حتى انا انت ممكن تقول له انا عايز ايه من لاين واحد لاربعه، يعني ممكن تقول لي اريد كل لاينز من غير اصلا. هي كده كده طبيعي ان انت لو عملت انتر بعد كلمه البيرسونال فايل بعد اسمه على طول انتر بيعرض لك كل اللاينز المتاحه، او ممكن تقول له اريد من لاين لاين كام زي ما انت عايز. يعني كده كده انت ممكن تختارها زي ما انت عايز. يعني بص هتلاقي في انترس كتير بالمناسبه، تمام؟ او انت ممكن تقول لي اعرض لي اللي هي الاونلي ترانسفير كودز ياس، بس الحاجات اللي هي فيها واي بس، وفي حاجات هيبقى فيها واي ياس انها تتنقل، في حاجات او اوبشنال، في حاجات ان نيفر، على حسب ما انت عايز. ماشي. فانا لو جيت هنا مثلا عملت سي نجمه البزنس فايل بتاعنا احنا كنا مسمينه جهاز تقريبا، صح؟ صح. او ممكن تعمل نفسه هو هو، بس هتعمل ايه؟ الانتري داش بس، ادي الانتري. عايز اعمل سي نجمه اسم الشركه داش ايه اسم الموظف الموجود فيه. واضحه؟ شايفينها معايا؟ بس ادي كل الحاجات المتخزنه جوه بيرسونال فايل اللي هو يتبع شركه جاز كمباني از ا بزنس فايل. صح؟ واضحه معايا ولا لا؟ فانت هنا مثلا عادي بقى النيم انسايد لاين 1 في كونتاكت 2 كونتاكت تاني 3 كارت العميال نوت باد حاططها يمكن اوبشنال كمان مش واي، وفي الجزئيه بتاعت الايميل. وممكن تلاقي اكتر من عدد اللاينز دي على حسب الحاجات اللي انت مخزنها دي بتاعتك انت. في اي مشكله لحد كده يا جماعه؟ الدنيا واضحه ولا لا؟ طيب يجي بعد كده استعراض برضو تاني، يعني لو عايز تلاقي جرافيكال اللي هي كلاينت فايل اديتور اللي احنا ممكن نجيبها من التول بار كده كده هتلاقيها موجوده دي عند الناس كلها اصلا. كلاينت فايل اديتور هخش انا مثلا عايز جاز كمباني اهي، دبل كليك ظهر لك تحتيها، دبل كليك على اسامه هيجيب لك كل القناه او البيانات اللي متسيفه جوه. صح؟ فيها مشكله لحد كده؟ طيب تعالى مثلا احنا كمان عايزين ان احنا نخلق جوه الشركه دي تحتيها موظف تاني تالت رابع بيرسونال اكتر من بيرسونال فايل، مش مشكله. كده كده بالمناسبه انت هنا عارض، يعني هبقى عملت اجنور او لا مش هتفرق، انا بس بعمل ديسبلاي العرض، فكده كده انا مش واخد اكشن، مش شغال في الحجز يعني. فحتى لو عملت اجنور او ما عملتش اجنور هي كده كده مش فارقه معايا، انا مش فاتح كلاينت فايل شغال فيه، انا عارض بس. في فرق ما بين العرض وان انا فاتح كلاينت فايل شغال فيه. طيب تعالى مثلا احنا هنكريت تاني ازاي؟ هي خطوات، هنعمل سي اف بي سلاش اسم البيزنس فايل داش اسم البيرسونال التاني، صح؟ ماشي. بيرسونال سلاش اسم الشركه اسمها جاز كمباني داش نسمي التاني مثلا يعني انا بكتب اي اسماء مش تفرق. بروسيد بقى كم لاين 1 واي سلاش ان اللي هو النيم طبعا عشان ينقل الاسم اللي هو اسمه ايه فمثلا فاميلي نيم اللي هو رامي سلاش احمد مستر، صح؟ لاين 2 واي اللي هو ايه اثنين يس بي دوت واي بزنس نجمه رقم موبايل يعني او رقم تليفون زي ما انت عايز، انا بكتب اي ارقام بس مش تفرق، ممكن احط كونتاكت تاني، صح؟ بزنس برضه الحته دي انتوا بتاعتكم انتوا مش انا بس بوريكم امثله، لكن انت ممكن تلعب فيها زي ما انت عايز. ممكن احط كونتاكت واحد اثنين، في واحد ممكن احط ثلاثه كونتاكت، دي حاجه ترجع لك انت. سوري في دوت انا
اي حاجه هجيبها لاديك عامه النت. تمام ماشي. لاين تاني عايز تحط نقطة زي ما اتفقنا، عايز تحط موضوع كارت الانيال، عايز تحط الايميل، عايز تحط بيانات الباسبور، كل ده متاح مفيش اي مشكله بالنسبه. تمام نوت باد مثلا برضو نفس الفكره، ان انا مثلا بليز تشيك مثلا ليميت بيفور ايشو، يعني زي ما اتفقنا احنا ممكن نحطها في شكل ريمارك، حاجه اسمها ار اي دوت او ايتنري مارك بنسميها، او حاجه اسمها نوت باد زي ما انت عايز. كده كده يا جماعه الايتنري مارك او النوت باد الاثنين دول بتوع كونتور انتوا بتشوفوهم، بس انت ممكن تكون عاملها بس عشان بس الموظف يبص على الحاجه دي قبل ما يصدر، يبص عليها قبل ما ياخد اي اكشن في الحجز او في التذكره اللي معاه. صح؟ بس عامه النوت باد هي فري تكست ممكن تكتب فيها كل اللي انت عايزه. ماشي؟ هنا مثلا ممكن تكتب فيها يعني برضو نفس الفكره مثلا تشيك، او ممكن فيها اختصارات ليميت فور ايشو نفس الفكره، يعني بتكلم انت دي حاجه ترجع لك انت، كل واحد ممكن يكتب اللي هو عايزه. بس عادي بقى كمل بقى، شوف انت عايز تحط كام لاين زي ما انت عايز لحد ما تخلص، وقت ما تخلص اعمل سي اي ام. لسه مثلا ايميل، لسه بقى بيانات الباسبور وهكذا. الفكره كلها ان انت تفهم بس المدخل، المداخل نفسها بتعمل ازاي. بغض النظر بقى هحط كام مدخل، هسيف كام حاجه، انت حر دي ما فيهاش مشكله، بس في الاخر هقفل ازاي؟ سي اي. طيب اعرض ازاي البيزنس فايل؟ احنا قلنا ممكن نعرض تول بار كلاينت فايل اديتور، يعني دي عاده بتبقى طريقه عرض اسرع شويه وسهله وبسيطه جرافيكال، مش محتاجه منك مداخل. بدل ما اقول لك اعمل سي ال بي سلاش اسم الشركه، صح؟ دي حاجه بتاعتك كلاينت فايل اديتور اهي، ادي كل الشركات اللي انت بتسيب بياناتها. عادي ما فيهاش اي مشكله اصلا، عادي ممكن نعمل اديت، نخش نعدل في اي وقت، ما فيهاش اي مشكله خالص. كده كده بص الورق هتلاقي فيه كل الفورماتس. ماشي انا هحاول اجرب معاك بس خطوه اديت، وكده كده ما تقلقش موجوده يعني، بس دايما عشان انا بركز دايما على الجزئيه بتاعت الكرييت والديسبلاي والديليت اكتر شويه. تمام طيب هنا ادي مثلا الشركه دبل كليك، بص بقى فيها تحتيها كام موظف، لو في تحتيها اكتر موظف هيجيب لك الليسته كلها بالكامل. ادي مثلا احمد رامي، ايه الحاجات اللي متخزنه جواه، وادي اسامه ايه الحاجات اللي متخزنه جواه. دي كده ديسبلاي عادي ما فيهاش اي مشكله. تمام في اي مشكله؟ طيب لحد كده اعتقد ما فيش اي مشاكل، صح؟ طيب بص انت بتتكلم في الخطوات عموما انا هوريها لك. دي الانترست بالمناسبه، لو انا عايز اعمل ديسبلاي او حته ان هي كلاينت موف هوريها لك دلوقتي كده كده بتتعمل ازاي. انا بس عايز اجيب لك الانترست اللي احنا ممكن نعمل بيها، ان انت ممكن تعمل اد لاينز او حتى ممكن تعمل اللي هي الاديت كانسلنج لاين اهي. انت بتعمل بص الانتري عامل ازاي، سي اد رقم اللاين، يعني انت ممكن بص هنا ممكن تعمل سوري شايف الانتري ده سم، يعني سي ثابته اد ثابته، لان دي علامه احنا بنسميها علامه التشينج، رقم اللاين واي سلاش شوف انت الجديد ايه اللي انت عايز تحطه، هيعمل كده اديت، يعني هشيل اللاين ده ويحط المعلومه الجديده. عايز تعمل ديليت لللاين اهي او كانسل لللاين يعني. ماشي سي اد 6 كده هيعمل كده هيعمل ديليت لللاين نمبر 6، اللاين رقم 5، اللاين رقم 4، زي ما انت عايز. بص الفورمات كلها مكتوبه في الورقه، بس هي الفكره انا يمكن تلاقيني يعني مش بشتغل سيناريوهات كتير قوي، انا بس عايز الناس تفهم يعني ايه بزنس فايل، يعني ايه بيرسونال فايل، ازاي ان انا بكريت، ازاي اعمل ديسبلاي، ازاي اعمل ديليت. لكن انت هتلاقي من ضمن الفورمات اللي موجوده في الانتريز ازاي مثلا احط لاين مكان لاين، صح؟ ازاي مثلا اشيل اللاين ده، ازاي اعمل اديت فيه، كل الكلام ده كفورمات موجوده وما فيهاش مشكله ما تقلقش هي. بس يمكن عشان احنا برضو السيشن هو ساعتين، فانت عارف اللي هو برضو احنا عايزين نفهم الفكره ايه ونشتغلها ازاي، لكن الامثله كتير يعني اللعب برضو كتير، فاهم؟ بس اللي بيفهم المبادئ نفسه بيلاقي الموضوع بعد كده بالنسبه له صح، يعني فهمت المبادئ نفسها وصلت هتلاقي اي حاجه سهله بعد كده. ماشي طيب هرجع بس للباوربوينت.
ماشي، ادي خطوات، ودي كده كده بالمناسبه مكتوبه جوه الورق، تمام. بس انا يمكن انا مجهزها بس عشان فكره ايه، يعني ازاي نشتغل، فكره ازاي ان انت تعمل موف بقى، ماشي، يعني ازاي انقل بقى، ازاي مثلا انقل بيانات العميل ده للحجز، ماشي. بص الانتري، يعني دي انتريز برضو، وهتلاقي كده كده موجوده في الفورمات البي دي اف اللي احنا انا هبعته لكم بعد ما نخلص ان شاء الله. عايز تنقل بيانات شركه معينه بوظيفه موظف معين للحجز، بص ادي الانتري. اولا سي ام، احنا قلنا كلاينت موف صح؟ تيم مش كده؟ انا عايز انقل الداتا بتاعت شركه كذا سلاش بلس نجمة اسم الموظف اللي جوه الشركه دي، يعني ده الانتري يا جماعه اللي انا بعمله عشان انقل بزنس فايل ببيرسونال فايل في الحجز. معايا؟ بزنس فايل ببيرسونال فايل في الحجز، برضو هتلاقي فيه اكتر من انتري. هجربها لكم، يعني مثلا انا سي ام تي سلاش اسم الشركه سلاش بلس نجمة اسم الموظف اللي جوه الشركه دي. معايا؟ طبعا اللي هي بتاعتنا احنا اللي هي بتاعت الايجنسي انتوا عارفينها اللي هي سي ام سلاش، بس دي خلاص ما فيش غيرها. طيب اجي مثلا دلوقتي على السيستم، نيجي مثلا نعمل نحجز رحله مثلا على سبيل المثال، نعمل افيربيليتي 25 مثلا مارس كايرو، نقول مثلا كايرو ايه، ماشي فرانكفورت دايركت على لوفت هانز مثلا، العودة نقول مثلا 10 ابريل دايركت على لوفت هانز، بس هناخد رحلات عادي بالمناسبة ومش هدخل نيم ولا حاجة. هعمل مدخل واحد هينقل لي بيانات الشركة بيانات الموظف كلها، تمام. بس طبعا بعد ما تعمل سي ام سلاش، احنا قلنا سي ام سلاش دي حاجة بتاعت انا، ماشي، عشان بس ايه نفصلها. سي ام سلاش يا جماعه انت بتنقل بيانات الشركه بس بعد ما تاخد الاماكن بتاعتك. خدت مثلا مكان في الذهاب على اي درجه، اي مكان، بلاش كود شير، خلينا في الحياه العاديه. هنا مثلا على اي درجه، درجه في العوده مثلا. سي ام سلاش انا كده نزلت بيانات شركتي، ده رقم واحد. خد بالك بيانات شركتك الاول، لان دي بالمناسبه ككونتاكت بيظهر عند الايرلاين، ده المهم. وبعد كده اعمل كوبي لبيانات العميل. تمام؟ ثانية واحدة. أنا عملت إيه؟ فين الرحلة؟ سي ام سلاش صح؟ ظهر الفون، هذه اللي هي بيانات شركتي اللي هي مثلا ترافل بورد جاليليو ترافل ايا كان، والادرس بتاعي والتيكتنج اللي هي تي دوت تي نجمه، والنوت باد اللي انا مخلي كل الموظفين تنزلها ثابته عشان بس ما يظهرش اي سعر في الويب سايت بتاع فيجر دوت كوم، ماشي. دي كده الاولانيه، تمام. ايه بقى الخطوه اللي انا اعملها عشان اخد كوبي لبيانات الشركه وموظف معين؟ انا بعمل سي ام تي، ما هي سي ام كلاينت موف تي، تمام، سلاش اسم الشركه اللي هي اسمها جهاز كومباني صح؟ سلاش، خد بالك بقى المدخل مش سلاش، واكتب اسم بيرسونال، ادي المدخل بلس نجمة اسم الشخص بيرسونال نيم، ماشي، بلس نجمة ايه؟ بيرسونال نيم، بلس نجمة انا عايز بيانات مين؟ يوز سيلكتد موف، ثانية واحدة انا عامل حاجة غلط في المدخل. ام تي سلاش اسم الشركه سلاش بلس نجمة، مش فاهم كده عشان مش كاتب بيت ممكن بيتكلم سنة في حاجة غلط. verify previously abandoned reference exist use selected move. دي احنا كده في حاجة في المدخل مش مظبوط، أو ممكن أكون كاتبه غلط أصلا. سي ام تي سلاش اسم الشركة سلاش بلس نجمة، أنا كاتبه صح. استنى كده دي واحدة. ماشي. هو كده أنا بيانات الشركة الأول. سي ام تي سلاش بزنس فايل اللي هو كلاينت فايل. جاز كامباني. بس هو أنت عايز عايزين كمان اسم الموظف،
كود بعمل سلاش، اصل انا كده جايبها من الفورمات نفسها هنا في كل المداخل. فين السي ام تي؟ السي ام تي سي ام تي سلاش بزنس فايل بلس نجمة، هي صح، هو ده اللي انت مظبوط. داش البيرسونال فايل، سوري داش داش بزنس فايل داش، ماشي اوكي. ادي انت، معلش انا اسف سرحت. سي ام تي سلاش اسم الشركه بتاعتي داش على طول الاسم اللي انت مخزن بيه العميل، اللي هو مثلا اسامه. اسامه بالمناسبه رغم الشرط ان انا اكتب كل الاسم كله بالكامل، انا ممكن اكتب اسامه بس هيجي، ماشي؟ بس عشان لو انت عندك اكتر من اسامه جوه نفس اسم الشركه، فاللي هيفرق ان انا حاطط فيرست وفاميلي. طيب هو فين الداتا؟ ما هنا جاب لك الكونتاكت، بص هتلاقي الكونتاكت جواه كام حاجه؟ كونتاكت الشركه بتاعتي، كونتاكت الشركه بتاع الجاز كومباني، والكونتاكت اللي انا مسيفه بتاع العميل، صح؟ بص كام كونتاكت كده كده عشان بس الناس تبقى فاهمه. الايرلاين ما بيشوفش غير الكونتاكت رقم كام؟ واحد. الباقي بتاعي. طيب مخزن ايه تاني؟ نوت باد. غير النوت باد العاديه هتلاقي هنا مثلا انا مخزن البنك اكاونت، او لو في حاجات تانيه انا مسيفها عادي. طبعا هي الفيو تشاب بتاع اي تي اي ان دي كده كده متسيفه، ماشي. طيب مخزن كمان ايه؟ الجزئيه بتاع الكارت الامين، ماشي. خد بالك الانتري نفسه انا هوريكو اوبشن ان هو موجود فيه ان انا اختار رقم اللاين زي ما انت بتتكلم برضو يا اسامي، يعني حتت عايز احدد اللاينز اللي انا عايزها بالنسبه لاسامه لو انا مش عايز اللاينز كلها. بس انت عشان تعرف اللاينز كلها لازم تعمل له ديسبلاي الاول، تعرضه قدامك وتشوف انهي لاينز اللي انت عايز تاخدها كوبي، يعني مش شرط ان انا بنقل كل ايه اللاينز كلها، يعني مش شرط تكون كلها مانداتوري. الاي ام اللي هو الايميل اللي انا مسيفه، ماشي. فهي فكره كلها في الانتريز اهي، تمام. يعني انت حاطط انت بلس نيم دي اللي هو اسمك، او بلس ان انا ممكن اعمل ريسيف، اللي هي الخطوات العاديه اللي احنا بنعملها في الحجز واحنا شغالين، تمام. فدي كلها اوبشنال. في هنا عديد القصه اللي احنا بنتكلم عليها بالنسبه لجزئيه اللاين يا اسامي، حته ان انت عايز تعمل سيلكت موف، يعني سيلكت اللاين اهي. فكر ان انا بعمل سي ام ام تي سلاش، يعني المفروض ان انا بحط، يعني بعد ما بستعرض، يعني بعد ما بستعرض بعمل ديسبلاي اللي هو البيرسونال فايل، انا بحط بقى بلس اللاين كام داش. خد بالك في فرق ما بين الداش والدوت برضو في المعنى. 2 داش 4 هياخدها من 2 3 4 دوت 6 واللاين رقم 6 على حسب، يعني استخدم برضو حته الداش والدوت على حسب فاهم الداش معناه ايه الدوت معناه ايه. بص في فورمات كتير بالمناسبه شويه، وغير ان انت ممكن تجيبها من الهيلب كمان. في هنا بالمناسبه يمكن عارف ان الورق ممكن ما تلاقيش في كل الفورمات، احنا حاطين في الحاجات الاساسيه شويه او المستخدمه اكتر شويه في الشغل، لكن انا عارف في اكتر من المداخل دي بكتير بالمناسبه. فانت ممكن تعمل حاجه ظريفه برضو، انت كده كده عندك جوه السيستم نفسه هيلب سلاش سي ام او سي ام تي. بص ادي كل الانترز، يعني ممكن ما تلاقيش انترز كتير، ما اجيب لك مثال او اثنين او ثلاثه، بس لو انت عايز كورسات هتلاقيها موجوده هنا. سي ام تي سلاش نجمه اسم اللي هو الشخص بيرسونال بلس اللاينز اللي انت عايز تاخدها او تعملها موف، لان انت مش شرط تعمل موف لكل اللاينز بتاعتك اصلا. بس هي الفكره انت نفسه بيتكتب ازاي؟ بيتكتب فيه كام سلاش؟ صح؟ بيتحط فيه الاول البي سي سي اللي هو بتاعك انت، او انا ممكن اكون بشتغل على بي سي سي تاني. خد بالك في شركات عنده فرع رئيسي وفي فروع تانيه ليه بي سي سي مختلف، على حسب مفيش مشكله، تمام. ففي كذا انتري، بس الافضل رغم ان انت هتلاقي الهيلب هنا مش كتير، بس الهيلب في السي ام العاديه هتلاقي في مداخل اكتر شويه اللي هي العرض اللي هي الديسبلاي عموما يعني. او لو عايز اكتر غير الورقه اللي انا بعته، طبعا هتلاقي كل حاجه فين؟ في ماي ترافل بورد دوت كوم. ماي ترافل بورد هتلاقيه اكتر بالتفصيل الممل اكتر شويه، ماشي. يعني حتى بص انت في حته ان انت موف اون لاين، حتى بالنسبه لك انت كشركه سي ام سلاش هياخد كل اللاينز، صح؟ سي ام سلاش بلس نجمة ال اي مثلا عايز اخد اللاينز اللي هي فيها لاينز اد ايجنت نيم، عايز تحط اسم موظف اللي شغال هنا، عايز اعمل سيلكتد لاينز بالنسبه لي انا ككلاينت موف بالنسبه للشركه بتاعتي لاين 1 و3 و10. يعني مثلا انت بيانات منفس مش عايز تاخد كل لاينز 1 3 10، بتعمل سي ام سلاش بلس لاين كذا دوت كذا دوت كذا. لو حطيت داش بالمناسبه معناها ايه؟ لا في فرق ما بين الدوت والداش. بص في انفس كتير بالمناسبه، حتى انت ممكن وانت بتعمل كلاينت موف
احط فيها اسمي، احط فيها رقم اللاينز، احط فيها ريسيف، احط فيها كونتاكت اللي انا عايزه، كل ده في مدخل واحد كمان ممكن يتعمل. غير ان السي ام سلاش كده كده متخزن جوه حاجات، بس انت عايز تزود حاجات زياده عن المتخزنه كمان، في انتش واحد، في سطر واحد. بص في انتشز كتير اهو. تمام معايا لحد كده؟ حد عنده اي مشكله؟ انا عارف الموضوع هو غريب شويه في حته، كمان حته الكوبي لو عايز اخد لاينز معينه، في حته ان انت تعديل. تمام بس الانترست برضو موجوده في الفورماتس، بس كل اللي انا هتكلم عليه دلوقتي بس حته ان احنا عملنا بس كرييت ازاي، سواء للبزنس فايل بيرسونال فايل، حته ان احنا نقلناه ازاي للحجز، حته ازاي ان احنا نعمل ديليت، سواء للبيرسونال فايل بزنس فايل، ده كل اللي احنا هنغطيه في السيشن. بس عامه الاديت هتلاقيها موجوده. تمام بالمناسبه كمان عايز اوضح حاجه، التول بار اللي فيها كلاينت فايل اديتور، عايز اوريكم حاجه بس. ادي فين الجاز كومباني اهي، حضراتكم شايفين حاجه؟ انا واقف، واقف بكليك يمين، عامل ايه؟ جاب لي ايه؟ شايفينها معايا؟ انا بتكلم جرافيكال دلوقتي، انا كده كده هتكلم عن مدخل، هعمل ديليت ازاي لبيرسونال فايل او بزنس فايل بمدخل. بس حضراتكم شايفين ايه الموجود؟ انا اصلا ممكن اخش اعمل ديليت للبيرسونال فايل جرافيكال او حتى للبزنس فايل جرافيكال من غير ما ادور على عمليات. اوبشن موجود هيساعدك. انا عارف انه مش موجود من اول الكرييت، يعني مش موجود ان انا اخلق كل حاجه بالماوس، لا الكرييت كلها تبقى بالماوس، لكن انا ممكن الديسبلاي بالماوس، ممكن الديليت بالماوس، ممكن انا استعرض واشوف بالماوس بس. واضحه؟ فانت عندك هنا اوبشن، انت ممكن تعمل ديليت لسؤال بيرسونال فايل او حتى البيزنس فايل. في اي مشكله لحد كده ولا الدنيا واضحه بالنسبه للناس كلها؟ بصوا يا جماعه بس عشان ابقى واضح معاكم في حاجه، انت زي ما انتم بتلاحظوا، انا ساعات بستخدم الفورماتس عادي، بستخدم الهيلب عادي، بالمناسبه ده كتير، انا حتى في كل شغلي متعود على كده. تمام انت عامه في الكلاينت فايل هتلاقي، يعني مثلا احنا دايما متعودين نشتغل حاجات معينه في كلاينت فايل، بنغطي نقط معينه في كلاينت فايل. حلو، احنا دايما مثلا زي شغل الحجوزات، مش بتغطي كل حاجه في الحجوزات 100% الماندتري والاوبشن، لا الماندتري بنركز عليه الاول، الاوبشنال بيتقال اغلبه مش كله، صح؟ نفس الكلام حتى في شغل الاسعار، اللي بيتقال عليه الحاجات الماندتري اكتر مش الاوبشنال. طيب الحاجات الاوبشنال اللي انا ما بستخدمهاش كتير، اللي انت ما بتستخدمهاش كتير، انا او انت هنجيبها منين؟ ما فيش غير وسيلتين، حاجه من اثنين، يا الهيلب يا ماي ترافل بول. فالقصه كلها مش قصه ان انا، يعني ممكن تيجي تقول لي ممكن يكون في مداخل مش فاكرها، اه بالمناسبه، عشان ما بستخدمهاش كل يوم، عشان ما بستخدمهاش على طول، ما هو ده اللي بيعمل ازمه لاي واحد شغال في المجال بتاعنا، صح؟ انت مشكلتك ان انت اي حاجه مش شغال بيها كل يوم هتنساها، طب اجيبها منين؟ اه هفتكرها من هنا. ما هي بقى الخبره كلها في اللعبه في حته الهيلب، اجيب معلومه ازاي؟ اجيب مدخل ازاي اللي انا واقف عليه؟ واقف عليه ان شغلي يخلص، صح؟ واقف عليه ان اعمل اد او اعمل ديليت او اعمل كرييت او اعمل اديت، مش كده؟ او ماي ترايب بورد، هتلاقي بالمناسبه في ماي ترايب بورد هتلاقي جايد كلاينت فايل. احنا عاملين ورقه فيه ست ورقات مجمعين فيه الحاجات الاساسيه، يعني عشان ما تقعدش ترجع لهنا وهنا وهنا، المداخل الاساسيه في الخطوات الاساسيه. كرييت، تمام؟ هتلاقي اديت، ديليت، كله موجود، او ديسبلاي، الحاجات الاساسيه موجوده في الهيلب، موجوده في الورق، ما فيهاش مشكله. لان برضو مهما كان الهيلب مش هتلاقيه جايب زي الورق، مع احترامي. لان الهيلب مش هتلاقيه جايب لك كل المداخل احنا مجمعينها في ست ورقات، صح؟ مستحيل. اه الهيلب عايز العرض، يجيب لك هيلب العرض ازاي؟ تعمل ديسبلاي للكلاينت فايل. الهيلب عايز الديليت، يجيب لك الديليت لوحده في الهيلب. الهيلب عايز تعمل اديت، هيجيب لك الهيلب بتاع الاديت لوحده. عايز تعمل ديليت بقى للبيرسونال او بزنس فايل، هيجيب لك الديليت لوحده، لكن مش هيجيب لك هيلب فيه كله، ديسبلاي وكرييت وديليت واديت، عشان بس حضراتكم تبقوا فاهمين. فالورقه ده لا هينفع في حاجات كتير جدا في الشغل، ماشي؟ هتلاقي فيه اوبشنز كتير، هتلاقي اه في كذا مثال كذا سيناريو، بس انت مش شرط هستخدمه كله، صح؟ بس هتلاقي فيه الحاجات الاساسيه، ازاي اكريت، ازاي اعمل ديسبلاي، ازاي اعمل ديليت، ازاي اعمل اديت، مش كده؟ ما هو ده اللي انت عايزه، صح؟ في اوبشنز كتير. ادي الديليت بالمناسبه، يعني مش مدخل، مش قصه، ده رغم ان الديليت ممكن اعمله ازاي، هو اصلا انا ممكن اعمله جرافيكال، بس هي سي اكس، هي سي اختصار كلاينت، اكس اللي هي كانسل، صح؟ زي ما احنا بنعملها عندنا في السيجمنت، اكس اللي هي كانسل سيجمنت، او اكس اي كانسل ايتينري، او اكس 1 كانسل سيجمنت 1. سي اكس انا عايز اكنسل بيرسونال سلاش البزنس فايل داش اسمي،
ما هو ما ينفعش تقول له اكنسل بيرسونال الا لما تقول له هو موجود في انهي بزنس فايل، صح؟ طب عايز كارسونال كذا بيرسونال ينفع، عايز اكنسل بيرسونال الموجود في بزنس فايل داش اسم بيرسونال الاولاني، تمام؟ وهتلاقي ان انا بعمل نقطتين بي دوت داش اسم بيرسونال الثاني وهكذا. ممكن اكلم بص اعمل ديليت لاكثر من بيرسونال موجودين كلهم جوه نفس البيزنس فايل، تمام؟ عايز تكنسل بزنس فايل اهي سي اكس بزنس سلاش اسم الشركه دوت الفايل. فالانترست كلها موجوده ما فيهاش اي مشكله خالص، تمام؟ يعني انت دلوقتي قبل ما تعمل، يعني الميزه في الديليت في حاجه سيستم بيديها لك، مش بيعمل ديليت من نفسه عشان بس حضراتكم تبقوا فاهمين، لا ده بيدي لك اللي هو ايه، ادي له كونفيرم اكنسل ولا لا، اعمل ديليت ولا لا، لان كده كده انت لو الداتا راحت هترجع تدخلها من اول وجديد، صح؟ يعني مثلا اديكم مثال، عايزين نعمل كنسل لبيرسونال فايل مثلا اللي هو بتاع احمد علي او احمد مش فاكر اللي انا كنت مدخله. بصوا معايا نعمل بس اجنور تي اكس بيرسون سلاش اسم الشركه اسمها ايه، جاز داش اسمه ايه، انا والله ما فاكر اسمه، ثواني كده بلانك فايل اديتور احمد رامي، ماشي. لا ماشي، لا خد بالك انا من كتر ما انا بجرب انا ما بحفظش كل اسماء الناس، لان انا بقعد ادقق اي اسماء وهميه يعني، فخلاص بس اي فكره كلها ان انا كنسل البيرسونال فايل سي اكس بي سلاش جاز كومباني داش مثلا انتر. في ناس بتفتكر ان انت هو بيعمل ديليت، لا ده هو بيقول لك اديني كونفيرم ان اعمل ديليت، ان انت هتكتب مكان علامه اللي بتطفي وتنور دي اعمل واي يس كونفيرم ان انت تعمل ديليت للبيرسونال فايل ده. فهو عشان برضو الناس ممكن يكون واحد كتب المدخل بالمناسبه اللي بيعمل ديليت وما خدش باله، ما تقلقش السيستم ما بيعملش ديليت منه لنفسه، لازم يطلب منك كونفيرميشن ان انت تقول له يس ان هو يعمل ديليت، ماشي؟ فهي دي الميزه، هكتب له واي مكان ما انا واقف ادوس انتر بس الريسبونس ايه بقى حضرتك؟ بيرسونال فايل ديليتد، اتعمل له ديليت ولا ما اتعملوش؟ اه اتعمل له ديليت، صح؟ انت حتى دلوقتي لو جيت تستعرض ادي تول بار ادي كلاينت فايل اديتور، صح؟ فين الجهاز كومباني اهي، دبل كليك ما فيش تحتها غير راكب واحد بس او عميل واحد بس او بيرسونال واحد بس، صح؟ ده معناه ان التاني لخ خلاص اتعمل له ديليت. طيب انت هنا مش مجبر ان انت تشتغل بالطريقه بتاعتي، لا انا ممكن اروح اعمل كليك على اسم كده اللي هو بيرسونال، ادي هنا حاجه اسمها ايه؟ ديليت، صح؟ مش كده؟ خد بالك حتى لو انت هنا عملت كرييت اللي هو يعني عايز اعمل نيو بيرسونال تاني تالت رابع، انت خد بالك حتى لو انت عملت من هنا نيو بمناسبه هيفتح لي نيو، هيفتح لي في الشاشه دي، يبتدي بقى يكتب المداخل هي على السيستم وفي الاخر هتعمل سيف، فهي مش فارقه كتير، انت كده كده هتشتغل كريبتك عشان بس الناس تبقى فاهمه، ماشي؟ عايز اعمل ديليت للراكب الثاني سي اكس بي بيرسونال سلاش اسم الشركه الاول داش اللي هو اسامه، رغم ان انت هتلاحظ انا ما كتبتش اسامه كامله، اسامه عفيفي مش شرط، هو بس انت كاتب حتى الفيرست نيم مظبوط خلاص هيجيبه، بس هي الفكره عشان لو عندي اكتر من راكب يعني اكتر من بيرسونال جوه البيزنس فايل كلهم بادئين بالفيرست نيم، زي ما تلاقي ناس كتير بتبدا احمد او محمد، لا حد بقى يعني عشان بس ايه ما تتلخبطش وتقول مكان علامه الكتابه هتكتب اما واي يس هيعمل ديليت، لو كتبت ان نو مش هيعمل ديليت. انا ممكن اكون عملت المدخل وانا مش واخد بالي عملته بالغلط، صح؟ بعمل ديليت لراكب تاني غلط بس، لكن انا عملت واي وانتر بس نو بيرسونال فايل ديليتد، ليه؟ ثواني مش كاتب اسم الشركه صح؟ دي واحده كده ادي مدخل تاني، استنى كده اكتبه بالكامل، ماشي واي يبقى لازم اكتبه كله بالكامل، صح؟ وسام عفيفي رغم ان هو اديها لي في الاول واداني كونفيرم، ماشي؟ بس هو الصح ان انت تكتب الاسم بالكامل، هدي كونفيرم ديليت
type y enter قال لك personal file deleted. لا هتاخد منك وقت ولا مجهود، بس هي المشكله كلها انا بس المداخل، هي هتحط بقى كام لاين، هتحط الكونتاكت، هتحط النيم، هتحط الفون، هتحط الايميل، هتحط بريد الباسبور، هتحط ريمارك، هتحط نوت باد، دي حاجه ترجع لكم. ماشي؟ طيب لو انا عايز اعمل كانسل او ديليت للبزنس فايل، فانا هنا بتكلم في بزنس فايل مش بيرسون، برضو كده كده حضرتك هتلاقيها موجوده في الورق اهي. سي اكس احنا قلنا سي كانسل، كلاينت كانسل، ال بي انا بتكلم بيتر ولا بيبي، بس هي تفرق، بيتر انا بتكلم بزنس والبيبي اللي هي البزنس، صح؟ بس سلاش اسم الشركه، بس سي اكس بي سلاش اسم الشركه، برضو هيقول لك كونفيرم واي اس اللي هي تو ديليت، هتعمل واي وانتر وخلاص. ماشي؟ ادي السيستم. المره دي انا بزنس مش بيرسونال، ادي اسم الشركه جاز. ماشي. طيب هي كده كده لما ادوس انتر هيديني كونفيرم واي 1. طب خلينا نعملها جرافيكال بالماوس بلاش بالانتر. اروح افتح التول بار كلاينت فايل اديتور اهي، ينفع من هنا مثلا اعمل ديليت لبزنس فايل اهي. تعالى بس على جاز كومباني كليك يمين في ديليت اهي، اعمل ديليت. Are you sure you want to delete client file gas company ولا لا؟ هنا ما ده الفرق، هناك كان بيقول لك ايه واي كونفيرم عشان ان انا اعمل ديليت، هنا لا ما برضو مش بيعمل ديليت منه لنفسه. ما انت عايز تعمل ديليت هتعمل كليك على كلمه يس. ممكن اكون بعمل ديليت لحاجه غلط فهعمل كليك على كلمه نو، يبقى ساعتها مش هيعمل ديليت لاي حاجه. واضحه؟ يعني هنا برضو جرافيكال هي سهله هتساعدك، الجرافيكال هتساعدك في حته الديليت او في العرض، صح؟ لكن في المداخل غالبا الكريت او في حته الايديت اكتر شويه، صح؟ بس انا هنا لو قلت له يس معناه ايه؟ بس بزنس فايل اند اسوشيتد بيرسونال فايلز ديليت. انت لو عملت ديليت الجاز كمباني هيشيل، اصلا لو انت شلت البزنس فايل هيشيل كل البيرسونال فايل اللي جوه. بس انا حبيت الاول اوريك بس شيل بيرسونال فايل ليه؟ لان ممكن اكون بشيل بيرسونال فايل واحد وسايب الشركه موجود عادي بقيه البيانات الركاب اللي فيها زي ما هم، صح؟ مش شرط ان انا كنسل كله. انا حبيت اوريها لكم واحده واحده. بس هنا هتلاقي جاز كومباني اختفت. بس وبالتالي انا عادي انا ممكن مثلا هنا ابتدي اشيل، ما انا كل الشركات دي انا اعملها جيني وابتدي ايه افضي شويه مثلا. فانت عادي ممكن يكون عندك شركات خلاص وقفت التعامل معاها، بطلت شغل معاها، صح؟ مش محتاج بياناتها، ابتدي فضي وشيل واعمل ديليت، مش محتاج احتفظ بالناس دي كلها وانا مش شغال معاها خلاص، صح؟ ناس لغيت تعاقدات معاها، لغيت عقد معاها، فسخنا العقد، صح؟ مفيش شغل. شيلها. او اسيبها على عمل ممكن الشغل يرجع تاني ما فيهاش اي مشكله، يبقى انت ميزه عندك ان البيانات كلها متسيفه موجوده بدل ما تقعد تدخلها من اول وجديد. صح؟ الحاجات دي كلها بتفرق معانا مش كده؟ في اي مشكله لحد كده يا جماعه؟ طيب عامة كده كده الفورماتس دي انا هبعتها لكم بعد ما اخلص، مفيش مشكله. بس زي ما اتفقنا عندك كل حاجه. جزئيه الموف هنقل ازاي؟ بنقل ازاي بزنس فايل، بيرسونال فايل لحجز؟ باكثر من اوبشن، باكثر من طريقه، حتى لو انا شغال بي سي سي تاني، لو انا عندي فرع رئيسي وشغال على بي سي سيات تانيه، فروع تانيه، برانشز تانيه، انا ممكن عادي اخد كلاينت موف من بي سي سي تاني بالمناسبه، ما فيهاش مشكله. ممكن الشركه بتاعتي ليها فرع واثنين وثلاثه عشرة، وكل واحد مخزن بيانات شركه منها، صح؟ في ناس دايما بتخزن كله في فرع رئيسي، دي حاجه ترجع لك انت. طيب هرجع بس معلش اتكلم على ماي ترافل بورد، ازاي اجيب انا الكلاينت فايل كورس او كلاينت فايل مثلا جايد من ماي ترافل بورد، ازاي بس اجيب الخطوات على سبيل المثال، دي هرجع لها الاول قبل ما نخلص مع بعض. ادي فين الويب سايت بتاع ماي ترافل بورد، ثانيه واحده خش عليه بس الاول واعمل له شير. ده الويب سايت بتاع ماي ترافل بورد. تمام؟ حضرتك بس كلها تعمله تروح على علامه سيرش لفوق. ما انت عايز تخش بقى سيرش مثلا نولج ماتيريال شرح زي ما انت عايز. يفضل ان هو كده كده بياخد اليوزر نيم باسورد بتوعك عليه وبيدخلك على البيج اللي هي فيها السيرش عموما. هتلاقي فيها ثلاث حاجات انت ممكن تستخدم اي حاجه منهم. هتلاقي في حاجه اسمها نولج، كورسات وماتيريال والشرح، ريز كيس لو عايز تبعت حاجه للهيلب ديسك، وكده كده الهيلب ديسك بيتابعها وبيرجع لك.
او شات مع الهيلب ديسك لان مش لازم اتكلم في التليفون. وكده كده نفس الشاشه دي بيظهر لك فيها كلاينت اي دي ريسيت لو عايز تعمل ريسيت لرقم الشاشه، او حتى اللي تحتيها الباسورد ريسيت لو عايز اعمل ريسيت للباسورد بتاعتي بتاع السايت. نولج دي اللي احنا هنخش عليها. ما انا عايز اخش مثلا اجيب خطوات كلاينت فايل، خطوات حجز، خطوات اصدار. بص النولج كاتيجوريز، بص في كام كاتيجوري، انت بتتكلم ايرلاين سبيسيفيك انفورميشن ولا كار ولا كونفجريشن وكونكتيفيتي ولا كروز ولا فير برايسنج ولا هوتيل ولا انتر بروديوسر ولا ميجريشن ولا ماي تشاور بورت اوبشنال برودكتس ابلكيشن بي ان ار سكادول افيلابيلتي السيستم سكيورتي اللي هي الساين يعني والباسورد والتيكتنج. انت عايز ايه من دول؟ بص عندك كل حاجه كاتيجوريز ممكن تخش على اللي انت عايزه بالماوس صح؟ هتلاقي من ضمن الحاجات كمان ظهر مانيوال فير بيلت مش عارف ايه حاجات خاصه بالايرلاين انفورميشن بوكينج فايل ليست ديسبلاي يعني في حاجات كتير تمام؟ او خليك اكتب هنا مثلا كلاينت فايل. بص حضراتكم اول حاجه هجيبها ايه؟ اول حاجه مش انت بتدور بتعمل سيرش حاجه اسمها كلاينت فايل؟ جاي فورمات جايدز فور كلاينت فايل اند جافا سكريبت. بس خش عليه هتعمل ديليت ازاي الكلاينت فايل؟ بيلد ازاي كلاينت فايل؟ صح؟ ما انت في واحد بيدور على حته معينه، في واحد بيدور على كوبي، في واحد بيدور على ايديت، في واحد بيدور على ديليت، في واحد بيدور على موف. كل ما يخص كلاينت فايل موجود، كلاينت فايل اوفر فيو صح؟ كلاينت فايل ديسبلاي. ادي فكره ماي تراك بورت يا جماعه، يعني انت مهما كان انا عارف هبعت لك في ورق فيه الخطوات الاساسيه ومداخل الاساسيه، بس هو حضرتك الورق ده جنب ماي ترافل بورت ولا حاجه، جوه الحاجات اللي جوه ماي ترافل بورت ولا حاجه صح؟ بس ده نقطه من بحر من الاخر، بس حاطين فيه اللي هو المداخل اللي هي الاكثر استخداما يعني الحاجات اللي هي المانداتوري شويه اكتر او الناس بتستخدمها اكتر شويه في الشغل، البيزكس زي ما احنا بنقول عليها الاساسيات يعني. لكن حضرتك عايز تجيب كل حاجه لوحدها موجود، عايز تجيب الجايد كله كامل كامل موجود صح؟ عادي الجايد بتاع كلاينت فايل كله، فمش مش عيب ان انت تجيب الجايد كله بالكامل حتى لو رغم انها محتاج جزء، بس ادي الجايد كله. شوف انت عايز ايه من دول بقى، عايز بيلد كاستمر داتا ولا بيلد مثلا او بتتكلم بيلد كويك كلاينت فايل، كوبي كلاينت فايل، ريتريف ازاي، ديسبلاي يعني ازاي بقى ادخل كارت العميال، مش ازاي مش عارف. بص سنجل موف، مالتيبلاي موف، بلايند موف، سيلكت موف اللي انت بتتكلم عليها اسامي اللي هي سيلكت موف دي اللي انا عايز انقل لاينز معينه مش كل اللاينز بتاعتي. بص كلاينت فايل سبيسيفيك موفز تمام، ادي ليتد كل حاجه صح، فورماتنج كلاينت فايلز كريت مود. بص بص كل حاجه، لان الكلاينت فايل بالمناسبه انا مش شرط ان انا اخزن جواه بس الحاجات الخاصه بالاير سيجمنت، لا ممكن الكار سيجمنت والووتر سيجمنت كمان صح، كل حاجه ممكن تخزن جواه كلاينت فايل، كل ما يخص العميل. حتى لو انا عندي مثلا الفندق اللي هو بيفضل ينزل فيه ممكن اخزنه، الحاجات دي كلها موجوده في كلاينت فايل. بس يمكن احنا بنركز اكتر على حته الطيران، السيرفيس، كارت العميال، بيانات الباسبور، الحاجات المعتاد او الاكثر استخداما بالنسبه لنا في الشغل صح. ادي كل ما يخص كلاينت فايل يا جماعه. ما اعتقدش ان بعد كل ده يعني انا عارف ساعتين مش ما تقالش كل حاجه 100% في كلاينت فايل، بس تحل الحاجات الاساسيه ازاي اعمل كرييت بزنس فايل، ازاي اعمل كرييت تحتيه بيرسونال فايل اكثر من بيرسونال فايل، ازاي اعمل لهم ديسبلاي كعرض، ازاي ان انا اعمل لهم كلاينت موف انقله الحجز، وازاي ان انا اعمله ديليت. يمكن ده الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، لان دي هتلاقي ان دي الاساسيات. بس وسط الحاجات دي هتلاقي في مداخل بقى ان انا تشينج اللاين، اديت، اعدل، ريبليس اللاين، الكلام ده كله هتلاقيه موجود في الفورمات في الورق نفسه. فهمت المبدا نفسه؟ بعد كده هتلاقي الدنيا مشيت معاك كويس. واحده واحده. تمام؟ بس زي ما اتفقنا كلاينت فايل يا جماعه اهميته للي عايز يستخدمه برضه، يعني هو في واحد ممكن يقول لك حلو الموضوع ده، البرودكت ده حلو، بس يعني يعني ملوش لازمه بالنسبه لي، يعني ما عنديش عملاء ثابتين، ما عنديش كوربريت صح؟ لا، هو كلاينت فايل مهم للناس اللي عندها كوربريت، كلاينت فايل مهم للناس اللي متعاقده مع شركات وبتشتغل معاها وبتطلعها تذاكر، فعايز يخزن بيانات العملاء كلها عنده، بيانات الشركات كلها عنده عشان يجيبها بمدخل، يستعرضها بمدخل، ينقلها في الحجز بمدخل. وفر معاك وقت ومجهود كتير جدا في الشغل. صعب؟ ما تاخدش ان هو صعب، بس هي فكره بس شويه مداخل دي نفهمها مع الممارسه هتلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل جدا وبسيط جدا. تمام؟ حد عنده اي سؤال؟ احنا تقريبا كده خلصنا، بس انا ليا طلب بعد اذنكم، بعد اذنكم يعني. ان شاء الله نخلص وانس ان انا بس اعمل اقفل الكورسات بتاعتنا النهارده يعني على بالليل.